اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر والدوري 43 في الجزيره. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس. والدوري 43 في بيته، بيته اللي هيعرف يصونه، بيته اللي هيعرف يقدره. خلاص، علاقه الاهلي بالدوري المصري علاقه ابديه يتخللها بعض الاستثناءات. بعض الاستثناءات، وعشان كده فوز النادي الاهلي بالدوري هو القاعده، ما دون ذلك هو الاستثناء. تحس ان الدوري رجع مكانه، تحس ان الدوري نفسه فرحان، تحس ان البطل اللائق لبطولة الدوري هو النادي الاهلي، تحس ان بطولة الدوري دايما مكتوبة على اسم النادي الاهلي. وعلى فكرة عودة البطولة للنادي الاهلي والدوري 43 كانت رحلة مش سهلة زي ما البعض يعتقد، كانت رحلة وراها أمور كتير جدا وكواليس كتيرة جدا، عشان ما كانش ينفع تخسر اللقب للسنة الثالثة على التوالي. اللي حصل أتمنى يكون بداية لسنوات جاية النادي الأهلي بيحتفظ بيها بالدوري لسلسلة مواسم متتالية. النادي الأهلي ده يا جماعة، وأول ما قلنا يا دوري مصري، 9 دوريات متتالية. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا يا جماعه بطوله اسمها بطوله الدوري. فالنادي الاهلي بياخد الدوري 9 مرات. هو ده النادي الاهلي، هي دي الفكره، هي دي الحدوته. البطوله في النادي الاهلي، بطوله الدوري، هي جزء من تاريخك. وعشان كده انا بالنسبه لي بطوله الدوري يا اسامه حاجه هي من اهم البطولات للنادي الاهلي، لان انا رايي المكون الشعبي للنادي الاهلي وجزء كبير جدا 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 من شعبية النادي الأهلي اتبنت ببطولة الدوري، وجزء كبير جدا من سيطرة النادي الأهلي وفكرة هيمنة النادي الأهلي اللي بناها بطولة الدوري. في بعض البطولات قد يكون حدث تقارب في وقت من الأوقات، في بعض البطولات قد يكون دلوقتي نادي الزمالك أو أي منافس آخر بيقرب، في أوقات بتبعد وفي أوقات بتقرب، إنما بطولة واحدة طول الوقت كان عنوانها الرئيسي النادي الأهلي، وكانت هي البطولة اللي على مر تاريخك هي البطولة المحببة، هي بطولة الدوري. فمبروك للدوري مش للنادي الأهلي، عودة النادي الأهلي ليه. بالتأكيد مبروك للدوري المصري الوصول لمكانه. الحقيقة شفنا الصورة الصعبة جدا اللي وصل بيها درع الدوري، ولكن خلاص زي ما قلنا كده النادي الأهلي هيعرف يصونه. وعشان كده زي ما ابتدى الدوري ده والدرع ده موسم 48-49 ببطل اسمه النادي الأهلي، بينتهي في موسم 2022-2023 ببطل اسمه النادي الاهلي. وطبعا كلنا عرفنا الخبر ان في درع دوري جديد بدايه من الموسم القادم. وشان الدرع الدوري الحالي ان بيتقال ان الاتحاد المصري لكره القدم هيضعه في احد المتاحف. هنا بقى لازم يكون ليك مطالب ومطلب عادل جدا جدا جدا. ليه مطلب عادل؟ الدرع ده لازم يتعمل منه صوره طبق الاصل، تتواجد في دولاب بطولات النادي الأكثر حصولا على هذا الدرع. أنا واخده 43 بطولة، أنا بادئ الدوري، أنا ناهي الدوري، أنا لازم يكون عندي نسخة من الدرع ده كالنادي الأكثر حصولا على بطولة درع الدوري. أتمنى اتحاد كرة القدم، أتمنى رابطة الأندية يكون عندهم تقدير لتاريخ النادي الأهلي من البطولة المحببة لقلب جماهير النادي الأهلي اللي ربما في بعض الأوقات تستشعر صباح الفل احنا خدنا الدوري، يعني كأنك بتقول لحد صباح الخير. لكن لما بيغيب عنك موسم، لما بيغيب عنك يوم، لما بيغيب عنك لحظة، لا ما ينفعش. ده ملكية خاصة، ده البطولة اللي أنا ممكن ما افرحش بيها زي ما أنت شايف أو بشكل مبالغ، ولكن في النهاية ما تاخدوش مني، ده ملكية خاصة. عشان كده أنا عجبني جدا الاحتفالات اللي حصلت، وبقول من قبل النادي الأهلي، لأن الحقيقة المشهد اللي أنتوا شايفينه ده ناس كتير طلعت أشادت بالتنظيم والرابطة، وبرضه كنت أتمنى يكون حد ممثل عن الاتحاد المصري لكرة القدم. أنا عارف إن البطولة متعلقة برابطة الأندية، ولكن ده درع الدوري. النقطة الثانية والأهم، أنا بشوف إن النادي الأهلي وتنظيم النادي الأهلي ويعني طوق الورد الكابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية زين بيه يعني أعناق الأبطال، كان ده شيء الملفت في الحدث. أنا كنت أتمنى يكون الحدث يليق، خاصة إن أنت ما تفاجئتش كرابطة أندية بإن النادي الأهلي بطل الدوري على الإطلاق. أنت كان عندك مساحة،
كان عندك وقت، كان عندك تقدر تعمل تنظيم بشكل أكبر من كده، أفضل من كده، كان لازم يكون عندك رؤية لما هو قادم في المواسم القادمة إزاي تحتفل بالبطولة المحلية الأهم في مصر. ليه بنقول الكلام ده؟ لأننا إن شاء الله واثقين إن المواسم الجاية إحنا اللي هنكون موجودين برضو على المنصة أبطال الدوري. وهنا قلناها مرة واثنين وثلاثة، لما بنقول النادي الأهلي قادر على الاستحواذ على بطولة الدوري لمواسم متتالية، فإحنا بنقول لما بنبص في التاريخ، لما بنبص نشوف مصير البطولة دي إيه، لما بنبص نشوف إحنا عملنا إيه، وبناء عليه بنقول إحنا نقدر نعمل إيه. عشان كده إحنا أحلامنا بنحولها بمجهودنا بتعبنا إلى واقع، لكن أحلامك أنت بتتحول لواقع للنادي الأهلي وبتتحول ليك أنت كأوهام. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، السند الحقيقي على مدار تاريخ النادي الأهلي، البوصلة اللي ممكن توجه أي شيء للاتجاه الصحيح. طبعا الكلام ده مش متعلق بقرارات منوط بيها مجلس الإدارة، ولكن بتعلق بدعم بيتواجد وقت الأزمة. هتلاقي دايما جماهير النادي الأهلي وقت أزمة الفريق على قلب رجل واحد، وعشان كده النادي الأهلي دايما رقم واحد. دايما النادي الأهلي رقم واحد، وأكيد هيفضل رقم واحد، لأن النادي الأهلي يا جماعة في حاجة مختلفة. نجاح النادي الأهلي هو مش نجاح الصدفة. يعني إيه؟ يعني تقدر تراهن على نجاح النادي الأهلي. يعني لما النادي الأهلي يحقق نجاح تقدر تقول النجاح ده هيستمر، لأن عمر ما نجاحك كان مرتبط بعوامل فيها مصادفة، إنما أنت طول الوقت عندك استراتيجية واضحة للنجاح، عندك أفكارك، عندك دولاب العمل الإداري بتاعك، عندك تكامل المنظومة سواء جهاز فني أو لاعبين أو مجلس إدارة أو جمهور، لأن هو ده اللي بيحقق النجاح المستمر. وأنا بقول عظمة النادي الأهلي مش في أنه هو بينجح، عظمة النادي الأهلي مش في أنه هو بينجح، عظمة النادي الأهلي في أنه هو بيعرف يحافظ على النجاح، ودي أصعب حاجة. لأن أنا بقول لك أي حد حرفيا ممكن ينجح. يعني أي حد؟ أي حد، حتى اللي ما عندوش مقاومات النجاح ممكن مرة ينجح بالصدفة، بس مش هينجح تاني. هياخد دوري لموسمين لأسباب ما، بس مش هيكمل. هتيجي تلاقي النادي الأهلي في تاريخه بيحقق الدوري 9 مرات متتالية و7 مرات متتالية وسلسلة تتويجات على مدار سنوات في أكتر من مرة، وهتيجي تلاقي إن مفيش فريق في مصر حرفيا، مفيش أي فريق خد الدوري 3 مرات متتالية، أقصى حاجة موسمين، التالتة ما بتحصلش. ليه؟ لأن أنت عندك مقومات النجاح، عندك استراتيجية النجاح. وكان أسامة بيتكلم على فكرة مشهد الاحتفال، وأنا عندي كتير جدا من التحفظات مش قليلة على المشهد، لأن يا جماعة أتمنى نبدأ نغير. يعني إيه؟ يعني نبدأ نبص جنبنا، نبدأ نبص على اقتصاديات في كرة القدم لبعض الدول العربية اللي أنا بقول لك أنت مش هتقدر تجاريها، ومش عيب، ولكن حتى في الأمور البسيطة ينبغي أن أنت تكون مختلف، ينبغي أن أنت تقدر تعمل الهوم وورك بتاعك كويس عشان تشوف صورة كويسة، عشان ما شوفش حتى في أبسط البروتوكولات واللي مفترض أن أنت كمسؤول تحطها في اعتبارك، ان ما شوفش الاستاذ جمال علام موجود السنه اللي فاتت في تتويج نادي الزمالك وما شوفوش موجود النهارده. على فكره تواجد استاذ جمال علام او اي حد من اتحاد الكره، وانا اعنيها، تواجده في المنصب ده وتواجده من خلال منصبه في اللحظه دي في تتويج النادي الاهلي، ده يضيف له مش يضيف للنادي الاهلي. تواجد اي عضو اتحاد كره او اي حد موجود في اتحاد الكره في تتويج النادي الاهلي بالدوري يضيف له هو، ما يضيفش للاهلي. ولكن مفترض لما بشوفك موجود وبتراعي البروتوكول حتى لو الرابطة هي المسؤولة، بس انت تواجدت السنة اللي فاتت، مفترض تكون موجود السنة دي، لان انت لما تواجدت على المنصة في تتويج النادي الاهلي بالبطولة ال11 وقدرت تلاقي شيء تفخر بيه وانت واقف جنب الاقجع وجنب متسبي وجنب القيادات بتاعت الاتحاد الافريقي اللي حطك في المشهد ده هو النادي الاهلي. فلازم نعرف ان النادي الاهلي يشرف ويضيف لاي حد انه يتواجد في الاحتفال بتاعه. واعتقد لو كان رئيس الاتحاد اعتذر حتى والناس هتقول عنده ظرف او حاجه،
اي كان مسؤول ممكن من الاتحاد مندوب ينوب عن رئيس الاتحاد المبدا نفسه بالظبط. وانا متفق معاك في نقطه الاضافه لرئيس الاتحاد او اي مسؤول في الاتحاد، لان النادي الاهلي بشعبيته الجارفه يعني اي حد بيدخل الكادر معاه هو اضافه ليه، مع كامل احترامنا والله وتقديرنا لكل المناصب ولكل المسؤولين. ولكن فارس قال نقطه مهمه جدا، هي فكره الحفاظ على النجاح، وازاي النجاح عند الاخرين ممكن يكون استثنائي ولانه ممكن يكون ما عندوش معطيات النجاح. مش بس كده، انا بضيف نقطه اخرى، وهي فكره بقى ان النادي الاهلي في الاوقات اللي بيغير فيها جلده، اللي بيبدا بلغه الكره كده جيل بيسلم جيل، حاله بعض الوقت كده من انك انت تعمل الانتقال من جيل لجيل، ممكن انت في بعض الاوقات يكون عندك بعض الدروبات كده، فممكن يستغلها الفريق الاكثر حصولا على مساعده تقدر تنجحه ان هو يحقق الدوري العام تاني. مش بالضروره ان النادي الاهلي في بعض المواسم اللي بيحصل فيها اخفاق يفوز بالبطوله الفريق الاقدر على تحقيق لقب البطوله، وارد ده بيحصل الحقيقه، لكن في معظم الاحوال بنشوف ان الفريق الاجهز والاكثر دعم والاكثر مساعده من بعض الامور المتعلقه بكره القدم هو القادر على انه يصل في النهايه ان هو يكون بطل درع الدوري. والحقيقه ده ما بيشغلناش كتير، لان انا مقتنع تماما ان غياب النادي الاهلي بيسمح لاي فريق انه يكون بطل. ودايما بذكركم من 62 ل 72 الفتره اللي غاب فيها النادي الاهلي، شفنا كل الفرق قادره انها تاخد بطوله الدوري. شفنا الترسانه مع كامل احترامنا وتقديرنا لنادي الترسانه اللي ما كانش عنده حظ نادي الزمالك ان هو يستمر، شفنا النادي الاولمبي، شفنا نادي غزل المحله، شفنا النادي الاسماعيلي، كل دي انديه حققت بطوله درع الدوري لما غاب عن منصه التتويج البطل الحقيقي للمسابقه. فطبعا اي نادي بالتاكيد عنده طموحات ان هو يكون بطل الدوري لابد ان هو يدعو ويدعو ويدعو ان النادي الاهلي يعني يكون في مراحل انتقاليه، لكن احنا قدرنا الفتره الاخيره نعمل الانتقال ده بشكل مهم جدا دون فقدان عدد كبير من البطولات. كنا ساعات بنقعد سنتين وثلاثه، لا المره دي الحمد لله حتى في السنتين اللي فقدنا فيهم درع الدوري كنا قادرين نحقق دوري ابطال افريقيا، كنا قادرين نحقق برونزيه كاس عالم، كنا قادرين نقدم صوره للنادي الاهلي تليق بجمهور النادي الاهلي، كانت ناقصه حته كملناها بعوده درع الدوري مره اخرى. ولكن الصوره دي بتيجي منين؟ مش بس يا فارس من النجاح، كمان النادي الاهلي عنده حريص وتحديدا في القرن الجديد عشان اكون منصف يعني والفتره الاخيره على النهايات. ده حقيقي. وجمال النهايات ده حقيقي مع اللاعبين اللي فعلا اخلصوا لتيشرت النادي الاهلي. ده حقيقي. وازاي تخرج ببكره افضل، وازاي الصوره تكون مختلفه، وازاي انت كنادي اهلي دايما اللي اداك واخلص ليك وكان لحد اخر لحظه حريص ان هو يكون شبهك. هتقول لي يعني ايه شبهك؟ اه النادي الاهلي يا جماعه في ناس شبهه، في افراد بيبقوا شبهه، شبه افكاره، شبه مبادئه، شبه تقاليده، عشان كده دول النادي الاهلي بيحافظ عليهم. شفناها قبل كده مع لاعبين كتير حتى لو ما اعتزلوش كتير جدا، مش عايز بس اقف عند يعني اسماء، لان في الفتره الاخيره كل من خرج من النادي الاهلي وكان حريص على مشهد النهايه وحطه تحتها 100 خط، النادي الاهلي كان حريص عليه اكتر ما هو كان حريص على الاهلي. واحد من اللاعبين دول هو كابتن ايمن اشرف. كابتن ايمن اشرف لان هو احد كباتن الفريق. وانا عايز اقول حاجه، القدرات الفنيه ممكن نختلف عليها، بمعنى كابتن ايمن اشرف لاعب جيد جدا، ولكن ربما انت ما تشوفوش هو افضل مدافع في النادي الاهلي، ممكن حد يشوفه ادى على قدر امكانياته. ولكن اللي لا يمكن تختلف عليه ان طول ما هو في النادي الاهلي كان شبه النادي الاهلي، طول ما هو في النادي الاهلي كان بيدي كل اللي عنده، كل اللي يقدر عليه، كل امكانياته، كان ما بيتاخرش على الفريق. العب في المركز ده حاضر، العب في الحته دي حاضر، النادي الاهلي مش محتاجك النهارده خالص حاضر، انت بره القايمه حاضر، مفيش حوار، مفيش لقاء، مفيش تصريح لصحفي، مفيش عن مصدر مقرب من ايمن اشرف، لا التزام. وانا جوه الملعب بوفر التزام بتعليمات فنيه، وانا بره الملعب بوفر هدوء وبوفر التزام بادبيات النادي الاهلي. مواسم متتاليه انا اقدر اقول المباراه دي كان ايمن اشرف فيها ممتاز، اقدر اقول المباراه دي ما كانش احسن حاجه فيها، انما اللي اكيد اكيد مش هيكون فيه وجهات نظر عندي ان ايمن اشرف ما فيش مره كان موجود فيها في الملعب وما اداش كل اللي عنده. مفيش مرة أيمن أشرف كان ليه مشهد واحد مش شبه النادي الأهلي. ف
فعشان كده ايمن اشرف من اللاعبين اللي ما اعتقدش ما فيش مشجع اهلاوي مش شايف ان هو شبه النادي الاهلي. انت جاي لي بقى في الملعب اللي انا انت عارف مدى عشقي لنوعيه اللاعبين امثال ايمن اشرف. انا بميل للاعب الراجل في الملعب، انا بميل جدا للاعب ان مهما حصل خرج من التشكيل ما تلاقيش له اي تصريح مع اي صديق مع اي زميل، ما تلاقيش حد يتواجد في مؤتمر صحفي تبع ايمن اشرف يقوم موجه رساله للمدير الفني اللي مستبعده ويبدا يضغط على المدير الفني. الحقيقه ايمن اشرف بالنسبه لي افضل مواسمه على الاطلاق هو الموسم ده، مش تقليل من شان ايمن اشرف واضافته الفنيه، لا، لان ايمن اشرف ادانا اخر موسم يعني ايه تكون ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني ايه تكون وانت مستبعد وبتسمع بنفسك ان المدير الفني بيقول لك ان انت رقم خمسه عندي بعد ما كنت رقم واحد، بعد ما كنت في منتخب مصر اللي وصل نهائي امم افريقيا، تنزل تتدرب تيجي في اوقات فيها اللقطه والفرحه تلاقي نفسك مشجع مع زمايلك اللاعبين، ما عندكش حساسيه وما عندكش نفسيه صعبه. من الاخر كده ايمن اشرف من اللعيبه دي. ايمن اشرف طبعا كان مهم جدا ان يكون في تقدير لحظة نهاية مدة خدمته مع النادي الأهلي، وأنا دايماً بقولها كل مدير فني في أي مكان في العالم له ضحايا، وده مش معناه إننا ننتقد مدير فني عامل موسم استثنائي على الإطلاق، ده معناه إن هي دي شروط اللعبة، هي دي القصة باختصار شديد في كرة القدم، فأنا يعني كلامي بعتبره شهادة مجروحة في أمثال لاعبين أيمن أشرف، ولكن بالتأكيد التكريم اللي ناله أيمن أشرف زي ما حصل من مع كابتن سعد سمير بيقول لك قد ايه وبيوصل رساله للاعبين، خليك ايمن اشرف ما تكونش حد تاني، خليك سعد سمير ما تكونش حد تاني، عشان تلاقي النهايات السعيده دي مع النادي الاهلي وتلاقي جماهير النادي الاهلي بلا استثناء اللي كان متفق على مستواك الفني واللي كان مختلف على مستواك الفني سبورت ليك وفي ظهرك وعارف ومقدر قد ايه انت ابن من ابناء النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين ده لقاء لازم يتحط امام اللاعبين الجدد اللي بينضموا للنادي الاهلي، ان انت تكون قاعد في نهايه رحلتك مع الكابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه ورئيس النادي الاهلي. ده اللقاء اللي لازم نوصله للاعبتنا الشباب ابناء النادي الاهلي اللي طالعين يلعبوا فريق اول. احرص على محبه جماهير النادي الاهلي، احرص على النهايات، البدايات دايما بتكون مبهره. دايما شفنا لعيبه كتير كسرت الدنيا اول ما طلعت، لعيبه بدات صغيره اصلا فريق اول وبدات تاخد دوريات قبل ما تخلص ثانويه عامه، والنهايه كانت ايه؟ النهايه كانت ايه؟ علاقتها ايه دلوقتي لما تيجي تذكر اسمها عند الجماهير النادي الاهلي؟ نجوم انطفت، لكن الصوره بتاعت ايمن اشرف والموسم الماضي الصوره بتاعت سعد سمير، طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيوصل الصوره دي لانها مهمه جدا، مهمه جدا في وقت صعب جدا، صعب لان طغت الماده عليه. فلما تيجي تكرم المخلصين اولاد النادي بجد اللي ارتدوا النادي واخلصوا في النادي، لازم دي تكون رساله للصفقات الجديده ورساله للاعبين الجدد ورساله للاعبين الشباب اللي بيتصعدوا. اعتقد يا فارس دي افضل لقطه ممكن تخرج بيها من نادي كبير زي النادي الاهلي خارج علاقتك جيده جدا بمجلس اداره، علاقتك جيده جدا بجماهير النادي الاهلي. ده حقيقي، وكمان دي رساله للاعبين اللي موجودين فعلا. انت تشوف كل لاعب موجود في لقطه ايمن اشرف اكيد هيفكر لو انا جوه النادي الاهلي اتمتع بنجوميتي، لو انا بخرج من النادي الاهلي اخرج كده، اخرج كده وما اخرجش زي نماذج تانية بتتنسي ونجوميتها اختفت وفعلا خسرت كتير. وانا في اعتقادي ان كابتن محمود الخطيب بيحب النوعيه دي من اللاعبين، وهو مش اعتقاد، هو اعتقاد مبني على شواهد. شفناها قبل كده مع كابتن سعد سمير في تكريم وفي تصريحات كتير جدا. فانا دايما بشوف كابتن محمود الخطيب بيحب اللعيبه دي وبيحب النوعيه دي من الالتزام داخل الملعب اكتر حتى من موهبتك الفنيه. انت ممكن تكون لاعب بارع جدا فنيا، ولكن تكون مقرب لقلب كابتن محمود الخطيب لما تكون لاعب عندك الحته دي وعندك الحرص على صوره النادي الاهلي. وعشان كده انا مصدق جدا 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 كابتن محمود الخطيب لما قال انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم، كان ده درس ورساله، لان دي التصرفات اللي على عكس هويه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ولكن كمان جمهور الاهلي اكيد بيشاركنا كالعاده كل حلقه عندنا اسئله وعندنا مشاركه، لان احنا دايما بنقول البرنامج ده بتاع جمهور النادي الاهلي اللي دايما هو شريك في البرنامج مش مجرد متلقي. عندنا سؤال الحلقه اللي هتشاركونا فيه النهارده، افضل مباراه للاهلي هذا الموسم،
ومتسابق مفتوحه ولا موسم الدوري يا اسامه؟ احنا خلينا نجاوب على الاجابه دي ونجاوب على السؤال ده ونسيبها مفتوحه، ولكن عندنا فاصل، وبعد الفاصل هننتظر اجابات حضراتكم عشان كالعاده نستعرضها معانا في برنامجكم الاهلي خط احمر. ورجعنا لكم وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وبكره معانا مباراه هي من المباريات اللي خدت طابع الصعوبة وخدت طابع في فترة من الفترات إن النادي الأهلي غير موفق فيها، ولكن في النهاية النادي الأهلي اللي كان البعض بيراهن على فكر الجداول وعلى تفوق بيراميدز عليه، كنا بنعرض هنا المباريات وبنقول إن ده استثناء، زي ما قلنا لكم في بداية الحلقة إن اللي بيتوج بالدوري غير النادي الأهلي بيكون استثناء. عمل ده موسيماني، غير كتير جدا رقميا، ثم كولر هذا الرجل الذي واجه بيراميدز في ثلاث مباريات قدر يحقق في المباريات الثلاث انتصارات، وعنده مباراة بكرة. عايز اقول لكم حاجة في كولر، انا كنت شايف كولر غير سعيد بالمرة بعد مباريات الحرس، كنت شايف على ملامح كولر الحزن بعد مباريات الحرس، وده بالنسبة لي المدرب اللي البعض يقول انت توجت بالدوري مباراة احتفالية مجرد بتستلم الدرع، ولكن انا بقول لكم كولر لم يكن راضي ابدا عن مباراة الحرس، وعشان كده انا بقول لكم ان كولر بكرة هيكون عنده مساعي مهمة جدا ان هو يواصل انتصاراته على بيراميدز. كولر مدرب ما بيقدرش في كتير جدا من الاوقات ان هو يتعامل مع الامر ان هو بسهولة او ان هي مجرد مباراة بعد حسم الدوري. كولر بيوصل شخصية للاعب النادي الأهلي، افتكروا جوزيه لما جاء يا جماعة حاول يزرع في لاعبي النادي الأهلي شخصية، وهي الأهم من الفنيات، شخصية غيرت حسابات النادي الأهلي خارج الأرض، شخصية غيرت عقلية لاعب النادي الأهلي في فكرة تحقيق الفوز، شخصية في الحد الأدنى اللي يتقبله لاعب النادي الأهلي، عشان كده تدريبات النهاردة كان ممكن لقطة ما تشوفوش فيها كتير من اللاعبين اللي موجودين. كان ممكن ما تشوفوش الجدية اللي على الشاشة، كان ممكن ما تشوفوش التصميم والإصرار، ولكن يا جماعة ده مش تدريب في بري سيزن، ده تدريب لفريق حسم البطولة، تدريب لفريق عنده مباراة مفترض بكرة رقمية بس على الورق مش هتفرق في أي شيء، ولكن هذا هو أهلي كولر يا سادة، هذا هو النادي الأهلي اللي في وجود كولر هي دي عقليته، هي دي شخصيته، هي دي طموحاته. واعتقد يا اسامه المشهد ده في نهايه موسم ليه دلالات كتير جدا. بالتاكيد، وكنا نتمنى ان مباراه حرس الحدود تنتهي بفوز النادي الاهلي لاسباب متعلقه ان كولر كان محتاج ان هو يوثق الموسم الاستثنائي ده برقم قياسي الحقيقه 90 نقطه، يعني احنا وقفنا اعلى رقم حققناه كان النقطه 89، كان متاح لينا في حاله الفوز في الثلاث مباريات سواء حرس الحدود او بيراميدز او المصري ان انت تصل للنقطه 90. فالحقيقه لما تيجي تتكلم عن مستوى فني للثلاث فرق، مع كامل احترامنا للثلاث فرق، فريق حرس الحدود هبط، فكان المفترض تكون الثلاث نقاط مضمونين، يعني وان كان ده مش موجود في الكره ولكن هم الثلاث نقاط الاسهل في الثلاث مواجهات. فاكيد اكيد يعني فقدان فرصة ان انت تكسر رقم النادي الاهلي القياسي، لانه الاهلي يا جماعة بتاع الارقام القياسية، النادي الاهلي بيتصارع مع نفسه، النادي الاهلي بيحاول يكسر ارقامه اللي هو بيحققها قبل كده مع اجيال مختلفة مع مدربين فنيين اخرين. اعتقد كان كولر في حاجة ان هو يفنش الموسم ده بالنقطة 90، لكن عنده فرصة ونتمنى اننا لا نفقد هذه الفرصة ان هو ينهي الموسم ده من ضمن مواسم دوري اللا هزيمه. يعني ايه؟ يعني مباراه بيراميدز، مباراه المصري، لو قدرت تطلع بفوز طبعا نتمنى الفوز وتصل للنقطه 88، يبقى تاني رقم يتحقق، يعني مش بالضروره تحقق 90، لكن لو ما قدرتش حتى تحقق الفوز ان انت تتجنب الخساره. وعشان كده الجديه اللي موجوده في التدريب، الحاله اللي بيلعب بيها الفريق، ان الموسم لم ينتهي، واعتقد ده ملموس حتى مباراه الزمالك يا جماعه. انت مباراه الزمالك نازل المباراه وانت حاسم لقب الدوري، الطبيعي ان انت تلعب على قد المباراه، على قد المباراه، يعني نادي الزمالك هو اللي يهمه المباراه مركز ثالث او رابع مع فيوتشر، لكن انت بالنسبه لك حاسم بطوله الدوري. اللي احنا شفناه عكس كده خالص، اللي احنا شفناه ان انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الهدف الاول حسين الشحات باختصار شديد. لولا الاخطاء التحكيميه في المباراه دي انت كنت هتطلع الشوط الاول مستريح 4-0، مستريح 4-0. ولكن طبعا يعني في كل مباراة
بيبقى واضح كده بشاير الفجوة هتزيد مع حكم مصري، بنجمد، بنحتوي، بنوقف القصة، ما ينفعش تزيد عن كده. لكن لما حققت الكلام ده مع حكم أجنبي قدرت تفوز 6، وأيضا كان لو أنت موفق كان وصل الأمر 7 و8. وشفنا مانويل جوزيه كان زعلان قد إيه إن أنت حققت 6 أهداف فقط لا غير في شباك مرمى الزمالك. فكولر جاي بيعيد للناس، وأنا هنا مش هعمل مقارنات، جاي بيعيد للناس شخصية المدير الفني القادر على إنه يوصل رسالة لجماهير النادي الأهلي، أنا المدير الفني أو الرجل المناسب في المكان المناسب، أنا قادر أكون طرف في المعادلة، طرفها النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي والاستقرار اللي بيتحقق في النادي الأهلي، أنا قادر أحقق لكم البطولات دي. ودايما بقولها، دايما بقولها، أنا لا أبخس أبدا حق المتميزين. النادي الأهلي دائما وأبدا هتلاقيه تربة خصبة للنجاح، اللي بيستغل النجاح ده وبيحقق نجاح كبير جدا هو المتميز. لو أنت متميز هتكون في النادي الأهلي ليك تاريخ. عشان كده مش كل مدير فني بيجي يدير النادي الأهلي أو يتولى المسؤولية بيحقق النجاحات الملموسة اللي حققها كولر أو غيره من المديرين الفنيين الناجحين. الأساس في القصة التميز. عشان كده مش كل اللعيبة أساطير زي الكابتن محمود الخطيب، مش كل المديرين الفنيين زي مانويل جوزيه ومارسيل كولر وهيديكوتي وبيتسو موسيماني الفترة الأخيرة لما حقق 2 دوري أبطال، في لعيبة جت صنعت اسم أو مدربين صنعوا اسم مع النادي الأهلي لأن عندهم بعض التميز اللي بيتلائم مع التربة الخصبة للنجاح. أعتقد كولر يا فارس من أهم المديرين. أنا بس إيه مش عاوز أحكم من أول سنة وأنا أتعجل الأمر، لكن العنوان بيقول إن ده هيكون من أهم المديرين الفنيين اللي مروا على تاريخ مش الأهلي بس، كرة القدم المصرية بجد. عنوان إيه؟ الراجل دخل ببلدوزر. يعني الراجل جه دخل ببلدوزر يا أسامة، مفيش مدير فني في تاريخك لأول موسم يحقق كل ده. فالراجل مش باين أمارة، ده راجل رمى بياض. بداية جوزيه ما كانتش كده الحقيقة. لا طبعا، ما كانتش كده. فبص أي مدير فني وارد في الكرة، هي كده الكرة فيها مراحل، ولكن اللي الراجل ده قدمه هيؤرخ ليه إن هو أفضل موسم في تاريخ أي مدير فني كأول موسم ليه منذ إنشاء النادي الأهلي. ما خلاص اتكتبت في التاريخ. الراجل بقى يكمل، والمصابرة والرغبة في كتابة تاريخ كبير جدا بنفس الجودة ثم يكسر أرقام الآخرين، دي رحلته. إنما البداية لا، بداية كمبلة ولا في الأحلام، كمبلة فعلا. خصوصا يا جماعة الراجل جاء، عشان كده أنا بقول أكتر هي بس كان ناقصها بس إيه، يعني ناخد مونديال الأندية. يعني عارف أنت الحتة دي جوانا، خد بالك أهلاوية اللي هو إيه اللي جاي ناخد آخر فرصة. اخر فرصه ان انت تكسر. انت عارف انا كنت اظنك هتقول اللي جاي مختلف خالص عن اللي بعده. لا، البطوله اللي جايه انا شايف ان النادي طبعًا الاهلي طبعا انت هتدخل بعد كده 32 فريق صعب، لازم دي. يدخل البطوله الجايه النادي الاهلي وهو عنده التدعيمات والقدرات والرغبه ان هو دي اخر فرصه انه يكسر فيها. فارس انت بتتكلم في منافسات صعبه، انت بتتكلم في كريم بنزيما مهاجم، بتتكلم في السيتي اللي هو مش بالدوزر كريم بنزيما، فاحنا عندنا الاكرم منه. القصه صعبه لكن ان شاء الله قادرين. يا ما تغلب على فرق كانت كاسكواد ارقام كبيره جدا، ولكن انت عندك في النادي الاهلي امور تخلينا دايما بنقول ان لو حد هيكسر امر هو بالنسبه للناس مستحيل، فاكيد انت مش حد تاني. وعشان كده دايما بنشوف النادي الاهلي قادر. طبعا كالعادة محتاجين بقى نخرج من الأجواء اللي فيها فرحة دي ونبص على بعض الأمور اللي احنا هنا كخط أحمر عندنا دايما معيار ليها ان احنا بنفوتهاش. ووسط كتير جدا من بعض الإخفاقات، بل كثير من الإخفاقات لأن كلمة البعض مش هتكون لائقة، كثير من الإخفاقات للمنافسين بيبدأوا يدوروا على أي حاجة حرفيا. عارف انت فكرة أي حاجة أهو ده لأي حاجة. يا جماعة احنا هنا، وانا على فكرة من الناس اللي كان طول عمرها عندها نظرية ان ما تشدش جمهور الاهلي لفكرة المؤامرات والحديث في ان النادي الاهلي خرج خسر لعوامل، ولكن لما تبقى عندك موثقة بأدلة اوعى تسيبها، لان ده الفرق. دي مش مؤامرة، الأصل الموثقة بأدلة ما بقتش مؤامرة. الفرق ما بين يا جماعة ان انت تفضل تتكلم وتقول انا بيتعمل فيا وتفضل تقول كلام بلا 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 وما عندكش اي حاجة، في فرق ما بين انك تيجي تقول انا النهارده هتكلم في التحكيم، انا النهارده هتكلم ازاي المباراه النهائيه تلعب من مباراه واحده في مركب محمد الخامس، انا النهارده حاجه اتكلم في ان النادي الاهلي ظلم في اخفاء فكره خطاب تنظيم. انا هنا يا جماعه بتكلم في قرائن،
ده مش فكرة ادعاء مظلومية، إنما اللي بيدعي مظلومية دون قرائن هو دايما بيضر نفسه. وعشان كده كتير جدا لما الناس تيجي تشوفنا يقولوا أصل لا أنا بعملش زي غيري، أنا بكلمك بدليل وبكلمك ببرهان. إحنا لما جينا الموسمين اللي فاتوا خسرنا الدوري، وكان جزء كبير جدا من خسارة الدوري هو التحكيم، ما كنتش بطلع انا واسامه نقعد نكلم بعض واسامه يقول لي يا فارس اصل احنا مظلومين، وانا اقول له والله اسامه شايف ان احنا مظلومين اكتر من كده. لا، كنا بنتكلم بارقام، بجداول، بعدد نقاط. هل لما المنافسين خسروا اي بطوله حد قدر يعمل ده؟ لا. خبراء تحكيم يا فارس، خبير تحكيمي طالع بيقول اصل المشكله ان الاخطاء كانت في اتجاه واحد. طبعا خبير تحكيمي طالع خبير تحكيمي طالع بيكلم حكم بيقول له حب نفسك، جبنا فيها حب كل نفسك ده. اكتر من كده فانت بتتكلم في ايه؟ هو ده اسامه. عشان كده يا جماعه احنا دايما بنتكلم ان حتى الاخرين لما بيتكلموا هي مش دوري انا بقول خسرته بتحكيم وانت بتقول لي دوري خسرته بتحكيم وانا بتكلم وانت بتتكلم. لا، انت بتتكلم، انما انا بقول قرائن وشواهد وادله وتوثيق للتاريخ. بعد سنين طويله لما الناس تيجي تجيب برنامج خط احمر وتشوف المواسم اللي خسرناها في الدوري وكنا موجودين فيها وثقنا ايه، هيحكموا اذا كان الناس دي بتتكلم في وجهات نظر ولا بتتكلم في ادله. ومن وجهات النظر اللي البعض بيتكلم فيها كفكره ان هو يدور على اي شيء هو استمرار خالد الغندور. بعترض على كلمه فكره. طبعا هي نص فكره ولا مصنف، ما تجيش جنب هي فعلا لا تصنف كافكار ولكن تصنف كادعاءات. تعالوا بقى نشوف الادعاء ده وبرضه في خط احمر تشوفوا هنرد عليه ازاي لما نسمع كلام خالد الغندور. النهارده كهربا عمل حاجه لذيذه جدا جدا جدا، يعني النهارده كهربا في الدقيقه 96 و 40 ثانيه والراجل مدي 7 دقائق جاب جون، وبسم الله ما شاء الله كابتن محمد الحنفي حسبها جون تمام. وطبعا لو ما فيش فار، عشان الناس كانت بتتريق على ماتش بروكسي، فاكرين ماتش بروكسي؟ ماتش بروكسي اما كان وليد عبد الرازق الحكم حسب ضربه جزاء على الزمالك وما شافش ضربه جزاء تانية كانت على حسام عبد المجيد لانه كان بعيد وبتاعه ما وصل، بسم الله ما شاء الله روقوه خلصوا على وليد عبد الرازق. فانا طلعت هنا قلت يا جماعه ده ما عندوش فار، يعني الفار لو عنده كان هيشوفها ويحسبها، وده كمان الراجل ده حاسب ضربه جزاء على الزمالك. فالنهارده لو تشوفوا اللعبه بتاعه كهربا اللي حسبها محمد الحنفي وحسبها المساعد بتاعه وحسبوها جون واحتفل بيها كهربا، يعني كارثه من كوارث الزمن. كره جايه كده كهربا راح واخدها كده بايده كده، راح واخدها كده وراح مصلحها لنفسه بايده كده وراح نازل شايطها وجابها جون. ولحقت محمد الحنفي حسبها. تخيلوا بقى لو الكرة دي مفيش فار وتم اعادتها والناس كلها شايفه ان الكوره بيصلحها بايده وبيحطها في الجون، كان ساعتها الحكم ايه؟ كان هيتحط فوق الراس، ما كانش هيتشتم زي وليد عبد الرازق في ماتش بروكسي. كم مغالطات ومحاوله لان انت تغير واقع كلنا عشناه. الكلام ده يا جماعه يبدو للبعض ان هو مجرد كلام، ولكن انا شايف ان في خطوره كبيره جدا فيه. اولا فكره استدعاء مباراه بروكسي والكلام عن ركله جزاء قصاد ركله جزاء في بروكسي، وده هنروح له، ولكن بقول لكم ده سيناريو الكلام. هذا هو افتراء تام. الكلام ده غير صحيح بالمره. انت بتحاول تزرع في عقل المتلقي ان اللعبه بتاعت محمد الحنفي وقصه كهربا وتدخل الفار والفريق اللي ما اتظلمش نتيجه ان الفار راجع اللعبه بتحطها قصاد مهزله في مباراه بروكسي حرمت فريق، ان زي ما بنرجع لبني عبيد لحد دلوقتي كنا نرجع ونقول بروكسي لسنوات جايه. انت حرمت بروكسي وحرمت فريق بالنسبه له ده شيء يعني ما بيتكررش ان هو ياخد حقه، بتقارنها بلعبه تدخل فيها الفار وبتقارنها بقرار في النهاية التوخ الصحيح بغض النظر عن تدخل الحكم فيه ايه، بس عايز ترسخ للناس ان دي زي دي. تاني حاجة فكرة محمد الحنفي، يعني انا عايز اقف عند حاجة مش محمد الحنفي اللعبات ده هنروح له، ولكن في مبدأ كهربا نفسه اللي اتقال يا جماعة. على فكرة يعني الجزء ده مقتضب من الفيديو، كان فيه جملة غريبة جدا، ربط سلوك كهربا بمبادئ النادي الاهلي. لا، انا عايز اقولها بشكل مباشر وبدون تجميل للالفاظ، انتوا كده بتهرجوا، انتوا كده بتهرجوا.
لان لو انتوا فاهمين ان مبادئ النادي الاهلي دي تابوهات ومثاليه مصطنعه، انا بقول لك لو كهربا جه في اللعبه دي الكره سقطت على ايديه بالشكل ده وهو جوه الملعب، اسال اي لاعب كوره طبيعي بحساسيه الكوره واللعبه والتركيز في اللقطه ممكن ما يحسش انها جت في ايده، فانت عايز ان كهربا يروح ليقول ده اللعبه ممكن تكون خبطت في ايدي؟ دي مثاليه زائفه ما تحصلش في العالم كله، ولا احنا اصلا في يوم من الايام قلنا ان هي لها علاقه بمبادئ الاهلي. اتحدى تيجي تقول ان احنا قلنا من مبادئ النادي الاهلي ان انت لو لاعب شاكك في اللعبه دي تحكيميا روح قول، دي مش مبادئ النادي الاهلي ولا مبادئ اي نادي رياضي، ده ادعاء مثاليه وحماقه، لان مفيش في الدنيا كده، مفيش كل لاعب يبقى هو مرجعيه نفسه ان انا اروح اقول للحكم اذا كان اللعبه دي تقديرها ايه، ده فين ده بيحصل في العالم؟ في تحكيم هو اللي بيقرر مش اللاعب، وده يعمل وغيره من اللاعبين ما يعملش، فيبقى ده لاعب عنده اخلاق وده لاعب ما عندوش اخلاق، ايه الفكره دي؟ وايه التفكير السطحي ده؟ ده عمره ما كان، عمرنا ما قلنا ان ده من مبادئنا عشان تيجي تحاسبنا عليه، وتيجي تقول اصل من مبادئ النادي الاهلي اللاعب اللي بيحتفل بجول اللعبه لمست ايده. بالعكس، احنا هنا لما كان كابتن علي خليل اللعبه الشهيره، ده احنا جبنا كابتن فاروق جعفر وحصلت اللعبه، وان لما جمهور الاسماعيلي واللعبه راحت لان كان هيحصل نتيجتها كارثه، فالحكم راح سال، يعني حتى مش اللاعب بادر من نفسه. فيا جماعه ارجوكم فكره مبادئ النادي الاهلي اللي انتوا عمالين تشدوها وتحطوها على اي حاجه دي، احنا ادرى بمبادئنا منك، احنا اللي عارفين ايه اللي ينطبق على مبادئنا وايه اللي ما ينطبقش، فما تتكلمش بلسان مبادئ النادي الاهلي وانت لا تدرك مش بس مبادئ النادي الاهلي، لا انت عندك مشكله مع الكلمه نفسها. ولكن رجوعا لكابتن محمد الحنفي، فلو بتتكلم ان محمد الحنفي جاملنا في لعبه فاعتقد التاريخ بيقول غير كده خالص. أنا عندي ملخص لقصة مبادئ النادي الأهلي، وتحديدا اتقالت على لسان إعلامي زي خالد غندور، إعلامي آخر كان زملكاوي من سنوات، قالها من فترة، قال خلاص الروس اتساوت في أزمة ما شهيرة، قال الروس اتساوت. أنت مش عارف أنت كده بتدين نفسك؟ نفس الجملة بصياغة مختلفة قالها خالد غندور في نفس الفيديو اللي اتحدث فيه عن مبادئ، قال ما تكلمنيش بقى عن مبادئ، إحنا كده شبه بعض. يا عم مش كده، يعني ايه يعني احنا، انت عايز تخلينا نادي بلا مبادئ؟ مفيش مشكله لو انت ده اتجاهك هنرد عليه وعندنا في تاريخنا الكثير والكثير، لكن احنا كده شبه بعض. انت عارف انت وصفت نفسك ازاي؟ يعني انت وصفت الفكره عندك ازاي؟ لا احنا مش شبه بعض، ولا عمرنا هنكون شبه بعض، ولا احنا ترجتنا اننا نبص عليك ونشوفك بتعمل ايه او ما بتعملش ايه وبتقول ايه او ما بتقولش ايه، مش قصتنا خالص. انت اللي قصتك تبص، احنا قصتنا ننجح، انت قصتك تتفرج، احنا قصتنا نشتغل، انت قصتك تحلم، انا قصتي احقق الحلم. الوضع مختلف تماما، ومش هتقدر ان انت توصل في وقت من الاوقات في سنه من السنين ان احنا شبه بعض، لان الحقيقه احنا طول عمرنا مش شبه بعض، من بدايه التاريخ والله ما شبه بعض. احنا طول عمرنا بنقول الاهلي ما بيقفش على لاعب، بنقولها قولا وفعلا، من اول ابو كره القدم المصريه حسين حجازي، من اول ما الكوره اتقالت يا كوره في مصر، احنا مفيش لاعب بنقف عليه. حسين حجازي قعد يلعب حوالي 15 سنه، نادي المختلط لم يحقق اي بطوله الا حسين حجازي في صفوفه. النادي الاهلي لما شاف ان حسين حجازي لا يتماشى مع مبادئه روح المختلط، ايه اللي حصل؟ اللي حصل النادي الاهلي عمل موسم استثنائي، خد فيه ثلاث بطولات في الموسم اللي هم المتاحين، اللي هي بطوله اللي اسمها حاليا كاس مصر، بطولة دوري القاهرة، بطولة كأس السلطان. ده النادي الأهلي لما يقول ما بقفش على لاعب بيقول أنا ما بقفش على لاعب بالأرقام بالتاريخ. لكن أنا آسف جدا لما يطلع رمز كبير من رموز نادي الزمالك يقول شعبية نادي الزمالك انخفضت بسبب اعتزال حسين حجازي كرة القدم، لا ده نادي بيتأثر جدا بلاعب. ده حقيقي. إحنا ما عندناش الكلام ده. إحنا عندنا كابتن صالح سليم اعتزل، النادي الأهلي باقي. عندنا كابتن محمود الخطيب اعتزل، النادي الأهلي باقي. عندنا ابو تريكه اعتزل، النادي الاهلي باقي. النجوم الجيل الحالي هيعتزلوا، النادي الاهلي باقي، ما بيقفش على اي حد. عشان كده طول الوقت باب النادي الاهلي بيفوت جمل، وطول الوقت باب النادي الاهلي بيرحب بالمخلصين اللي عايزين ينتموا للنادي الاهلي. عشان كده احنا عمرنا ما هنكون شبه بعض على الاطلاق. لكن القصه حتى وانت بتدافع مش عارف تدافع ازاي. هو رايح يقول اصل بطوله كاس مصر دي ما كانش فيها تقنيه فيديو، ما لو ما كانش فيه تقنيه فيديو في مباراه الاهلي وحرس الحدود كانت جول اتحسب جول. مبدئيا اصلا مسابقه زي كاس مصر
الخطأ التحكيمي المؤثر فيها بخروج بره البطوله، مختلف تماما عن الخطأ التحكيمي في دوري النادي الاهلي حسمه بالظبط بالظبط، زي ما حتى الان بيتحدث نفس الاعلامي عن ركله جزاء ابو تريكه في حرس الحدود اللي النادي الاهلي كان بيلعب في مجموعه لوحده اسمها مجموعه النادي الاهلي، وصيف النادي الاهلي كان فريق انبي كان فارق عن النادي الاهلي او النادي الاهلي فارق عنه 31 نقطه مجموعه لوحده، ولكن بياخدوا الخطا ده يبروزوه على انه هو الموسم ليه؟ وده الطبيعي، زي دوري حسن شحاته، دوري منتهي للنادي الاهلي، اخطاء تحكيميه بالجمله لصالح نادي الزمالك على مدار الموسم، وجت لقطه حسن شحاته، شفت خدوا الدوري بالخطا ده. ليه؟ لان هم لازم يتعايشوا مع الفشل. لازم يتعايشوا مع الواقع ده، لازم يتعايشوا مع نجاح النادي الاهلي ان انا اشوهه، لكن تعالى حتى وانت بتتعايش مش عارف تعملها، تقول محمد الحنفي ده خرج ثلاث ثواني ورجع لغى الجول، طب ما تعالى اوريك محمد الحنفي بقى لما بيخرج ثلاث ثواني وبيرجع يعمل القرار لصالحك، تعالى نشوف الفيديو ده. شايف هو طبعا مخالفه للفار، نرجع بس الحته دي نرجع كده نرجع من اللايف عشان نشوف حاجه بس. هنرجع من اللايف، اللعبه دي مهمه جدا. نمشي هنمشي فريم فريم كده بس نقف هنا. لا اقف قبل ما يقع اللاعب، نقف هنا، هنا في التحام ولا في هنا اللعيب؟ نمشي فريم واحد بس كده. ايه ده اللعيب بيقع كده؟ اللعيب كده وقع؟ اللعيب كده سقط؟ ما هو حضرتك انت جايبها من ستريت يعني من انا بوز. بس هو كده مفيش سقوط للاعب، بس هو كان احتلل، واللعيب دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه، دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله، هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي، مش حاجه تانية، هو ده اللي خلى الفار يجيب، لان هو بعد ادي اهو ادي الدخله اهي. هو النهارده ما سقطش ابدا الا لما الرجل جت على الرجل وداس عليه بالشكل ده. اذا النهارده المخالفه موجوده، ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير، لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب. طبعا انا متفق مع الفار، ورأيي يمشي مع رأي الفار ان هناك مخالفه واضحه من لاعب نادي الزمالك للاعب سموحه، بغض النظر انها داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء. هي اصلا دي فاول. مخالفه موجوده. بس. ده الكابتن محمد الحنفي اللي خرج في ثلاث ثواني لغى الهدف بتاع النادي الاهلي، لكن هنا خرج في ثلاث ثواني شاف الدهس واضح، والموسم ده والموسم اللي قبله كان مواسم دهس القدم، لان نادي الزمالك مع كابتن عصام عبد الفتاح بيكون له استثناء من بعض قوانين كرة القدم تحديدا مع عصام عبد الفتاح. فالموسم ده كان موسم دهس القدم، عادي جدا ادهس رجل رامي ربيعه، عادي جدا طارق حامد يدهس رجل عبد الكبير الوادي، الموسمين دول مش هيتحسب حاجه، عادي جدا حكم مباراة الزمالك واسوان في الدور نصف النهائي يكون فيه ركلة جزاء، هو طلع بنفسه شافها رجع احتسبها ركلة جزاء، لما جت تاني قال لا مش هحسب اتنين نسخة واحدة يا جماعة، هو نازل في الكتالوج واحدة بس. ده محمد الحنفي طلع شاف واضحة جدا، ولدرجة ان يعني حكم تقنين الفيديو ومخرج المباراة حبوا يتبرأوا ويخلوا ذمتهم من القصة دي، عادوا الكرة دي في الشوط التاني مرة واتنين من زاوية تانية ومن زاوية متعددة. ده محمد الحنفي اللي بيتكلم عنه خالد الغندور. بالمناسبة بالنسبة على سيرة المواسم اللي بيكون فيها استثناء، الكلام ده مش بقوله جزافا، فعلا دهس القدم ده كان ما بيتحسبش على نادي الزمالك، زي ما كان في موسم كده ايد احمد توفيق بتلعب داخل منطقه الجزاء وايد دونجا داخل منطقه الجزاء ولمسه اليد ما بتتحسبش. ليه هو نازل الاوبشن ده مع الموسم ده؟ كابتن عصام عبد الفتاح في كل موسم بيكون اداره تحكيميه ليه، خدوا بالكم يا جماعه الزمالك مستثني من ضربات الجزاء اللي بتيجي في ايد لاعبيه، حتى لو ممتده حتى لو بتعرقل مسيره الكره ايا كان، خدوا بالكم يا جماعه الزمالك مستثنى من عدم احتساب ركلات جزاء اللي بتبقى ناشئه عن دهس اقدام المنافسين داخل منطقه الجزاء. عشان كده عصام عبد الفتاح ايقونه عند اعلام نادي الزمالك، عشان كده عصام عبد الفتاح دايما مطلب جماهيري لنادي الزمالك، خلاص مرتبطه بالاستثناء والبطولات، لكن لما يجي كلاتنبرج لما يجي خبير تحكيم اجنبي لا يعرف اهلي ولا يعرف زمالك يكون المتعاقد معاه حازم امام وترشيح احمد حسام ميدو، الراجل يمشي. الراجل ده الحقيقه وجوده في بدايه الموسم حرم حرم نادي الزمالك من تحقيق لقب دوري بالمساعدات التحكيميه على التوالي. الراجل ده وهو ماشي كان نادي الزمالك في المركز الخامس والنادي الاهلي في المركز الاول. مش كلاتنبرج بعد الاساءات اللي طالته من نادي واحد هو صرح بده بره، وجاء خبير تحكيمي لابس برنيطه من الاخر كده. فالانقاذ للموسم كان عهد كلاتنبرج. كان عهد كلاتنبرج، ولكن
احنا اللي بنشوفه دلوقتي من اخطاء برغم تحكمية، كان في اخطاء تحكيميه فارس بس طبعاً. ما كانش في توجه واضح، ما كانش اتجاه واضح. انا كان واحد من الناس اللي عندي وجهه نظر في كلاتنبرج، انا كنت بقول دايما يعني هنؤكل يوم يؤكل كلاتنبرج، لان انا كان رايي ان كتير من الناس اللي كانت واخده توجه في البدايه ضد كلاتنبرج كان يعني الموضوع بالنسبة لهم تحكيم بس، ولكن لو كانوا شايفين المشهد كانوا هيفهموا ان هو ابعد مما هو تحكيم. وكان وجود واحد زي كلاتنبرج ما بيقبلش فكرة ان انت راجل جاي تاخد مرتب زي بيريرا وخلاص واللي احنا عايزينه هنعمله، راجل اصر على فكرة عرض محادثات الفار، راجل جاب لك مارشينياك وجاب لك كوفازيتش وجاب لك كتير جدا من الحكام الكبار على مستوى العالم، راجل كان دايما عنده رغبة ان هو فعلا يضيف حاجة للتحكيم، راجل كان بيعترف بأخطائه حتى لو عنده بعض الأمور النسبية. كل ده انا كنت شايف ان احنا هنخسره، وما زلت بقول انا متخوف من الموسم القادم جدا. وعشان كده حسن فعل النادي الاهلي في بيانه اللي كان بيقول ان هو يأمل ان الموسم الجاي ما يكونش فيه الكلام ده. ولكن نرجع للفكرة بتاعت مباراة بروكسي اللي في البداية كان محاولة المساواة ما بين مباراة بروكسي وخطأ حصل يعني في فار، والحكم هو اللي طلع وشاف الفار وهو اللي رجع في قراره وهو اللي ما خالفش الفار وهو اللي ما فيش أي سوء نوايا في الموضوع، غير تماما لما حكم يطلع ويشوف الفار ويشوف اللعبة الصح قدامه وهو هو محمد الحنفي وهو هو ماتش سموحة ويرجع ياخد قرار عكس اللي شايفه بعينيه في الفار. اعتقد هنا اللي محتاجين نسأل 100 سؤال عن محمد الحنفي، مش في اللعبة اللي محمد الحنفي طلع لما الفار استدعاه أيد قرار الفار وخد القرار الصحيح حتى لو هو على لاعب النادي الأهلي، ولكن حتى لا يتفرق دم مباراة بروكسي بين القبائل تعالوا نشوف ونذكر كابتن خالد الغندور كابتن ياسر عبد الرؤوف وقت ما اتحرم ان هو يشوف اللعبه في قناه الزمالك كان رايه ايه. نروح لاول حاله وكانت معانا في الدقيقه 30، احنا عندنا نص ساعه تقريبا ما رصدناش فيها اي حاجه. اول حاله عندنا رصدناها وقبل الحالات بس يعني حضرتك قلت ليه الحكم غير يعني الحكم زي اللاعب، ليه المقدمه؟ هل في حصل مشاكل من الحكم اثناء المباراه واخطاء بمعنى اصح يعني؟ في فرقتين خرجوا من بطوله الكاس باخطاء تحكيميه. ده في مباراة في السبع مباريات في المباراة اللي فاتت يعني في السبع مباريات بما فيهم النهارده. انا قصدي كده يعني بما فيهم النهارده تمام. اخطاء مؤثرة، اخطاء اثرت في نتيجة المباريات. يعني النهارده في خطأ مؤثر، ماتش البنك الاهلي ومقاولين في خطأ مؤثر تمام. فهنشوف الحالات برضو. هو للاسف الحالات مش هنلحق نعملها، قالوا لي دلوقتي في مشكلة والوقت خلص، فبعتذر لحضرتك عن الحالات كابتن ياسر، وان شاء الله الاسود اللي جاي ان شاء الله باذن الله نستعرض الحالات مع بعض باذن الله. ان شاء الله نتمنى، ولكن اللي احنا بنقوله زي ما بنقول ان تقنيه الفار ما كانتش موجوده، برضو في نفس الوقت الكوميونيكيشن سيستم برضو مش موجوده. طبعا. فعلى الاقل تبقى حاجه في مشكله في مشاكل اكيد في حاجه تمام. موجوده تساعد. اللي انا اقدر اقوله طالما احنا معناش حالات، احنا عندنا سبع مباريات فيهم مباراتين اتغيرت في مشاكل باخطاء تحكيميه، مباراتين اكيد علشان الفار غايب كمان. مباراه النهارده فيها ركله جزاء لم تحتسب، ركله جزاء اتحسبت للمقاولين بالخطا، ودي ادت لخروج او للبنك الاهلي للمقاولين ادت لخروج البنك الاهلي. كنت اتمنى ان يكون معانا الحالات، ولكن ان شاء الله باذن الله المره الجايه. ولكن بشكل عام النهارده وليد عبد الرازق كان غير موفق في اداره المباراه، عنده مشاكل. يا كابتن خالد يعني اعتقد المشهد ده مفترض يخليك عمرك ما تحاول تستدعي مباراه بروكسي، ولكن انا الحقيقه ما بستغربش فكره القدره دي على ان انا احاول. نفس موضوع القضيه كانت عقده، فافضل كل شويه اقول على اي حاجه قضيه. مباراه بروكسي عايز احسس ان هي شيء عادي احطها ضد اي خطا تحكيمي، ولكن اللي حصل في مباراه بروكسي كان أسوأ منه اللي حصل في استوديو. الحكم المحلل التحكيمي بيتمنع او بيحرم من ان هو يتجاب له اللقطات وبيتقال له الوقت خلص، مع ان الحلقه كلها كانت كلام على النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا جايين نتكلم على النادي الاهلي وحالات السوبر اللي ما بين الاهلي وبيراميدز، المباراه اللي انسحبنا منها بروحنا ولكن كنا موجودين بالجسد عن طريق فكره التحكيم وعن طريق فكره مناقشه كل شيء. ولكن اللي حصل في مباراه بروكسي كان يخليك تفتكر كابتن طارق يحيى وهو بيقول عديها،
فكان لازم تعديها وكان لازم ما تقفش عند وقعة تحكيمية أنا شايف إن هي من أسوأ الوقائع التحكيمية اللي شفتها في السنوات الأخيرة، لأن هي حرمت فريق. يعني يمكن لما النادي الأهلي مثلا يبقى بيلعب في مباراة ويحصل ضده خطأ تحكيمي، مع إن ده دايما بنتكلم هنا إن هو مش مفترض، ولكن بتقول النادي الأهلي عنده قدرات، عنده فرص يعوض في مباريات تانية، ولكن إنك تتكلم عن فريق زي بروكسي ربما هذه الفرصة تأتي ليه مرة واحدة ويحرم منها بسبب خطأ تحكيمي، فده اللي استدعى ان كابتن ياسر عبد الرؤوف في مرتين خلال نفس الحلقه لما يعرف ان الحالات مش هتتعرض ياكد ان نادي الزمالك فاز باخطاء تحكيميه غير مستحقه. فلما تقارنها بلعبه محمد الحنفي طلع فيها وشاف اللعبه وحسبها على كهربا وما حسبش الهدف، فاعتقد ده شيء مضحك جدا جدا جدا، ومكانه الكوميديا مش برامج الرياضه. هو تم حرمان بروكسي من ان اسمه يتردد على مدار مواسم قادمه زي اسم نادي بني عبيد، والحقيقه كانوا عاملين شغل هايل جدا واعتقد الصوره واضحه. لكن هنرجع للصوره الخاصه بكابتن محمد الحنفي، شفناه في مباراه الزمالك وسموحه عمل ايه، شفناه في مباراه الاهلي عمل ايه. والحقيقه كابتن محمد الحنفي بغض النظر عن فكره الاخطاء التحكيميه بالنسبه لنا، يعني جاء موسم 11 موسم بتفوز على الزمالك او بتعادل في مباراه الدوري، تحكيم اجنبي، نادرا لما جاء تحكيم مصري زي ابراهيم نور الدين 2014، جاء كابتن محمد الحنفي خلص الارقام دي، وقف اخرك 11 موسم ويفوز الزمالك 2-1، وكان في احتكاك يستدعي طرد لاعب من الزمالك بعد الاعتداء على عمرو السوليه، ولكن عدت الامور عشان الزمالك يكسر يعني 11 موسم من عدم قدرته على تحقيق الفوز امام النادي الاهلي. محمد الحنفي جاء في مباراة من 3 مباريات انت بتلعب على ارقام قياسية، تقدر ان انت تحقق 9 نقاط تصل لنقطة 90، فتحس ان المباراة الاسهل مباراة تتويج الدوري بتفقد فيها نقطتين. وانا بقول بغض النظر عن الاخطاء التحكيمية، لكن مع نادي الزمالك في وجود محمد الحنفي ما ينفعش نقول بغض النظر عن الاخطاء التحكيمية، لان الفيديو اللي هتشوفوه ده يعني من ايقونات الاخطاء التحكيمية في عصر تقنية الفيديو. نطلع ونشوف الفيديو. اول حاجه انا بس لما يبان بقى من ورا وهو في اللقطه الورانيه، اللعيب المسلوسي لما الولد بيهرب من الشد بتاع طارق حامد بيهرب بالجنب كده، راح عند المسلوسي امزقه، بص هو عايز يهرب، بص ويروح التاني امزقه بايده، يعني طب اهرب اروح فين؟ بهرب بالفانيلا لقيت الايد بقى ورايا اهي بتزق اهي بالشكل ده. طبعا يعني دي ركله جزاء يا كابتن. يعني انا رايي ركله جزاء المخالفه ليه ما اتحسبتش من معروف؟ ممكن معروف، خلينا نقول على حاجه، ممكن ما شافش ايا كان، مركز في ايا كان ما شاف ايا كان. انا عايز اقول الكابتن محمد الحنفي على الفار هل ما شافش اللي احنا شايفينه؟ طيب اسالك السؤال اللي بعده بقى. اه في ناس قالوا طب ما في بدايه اللعبه الاحمر شادد والابيض شادد. اه طب ما سابه. سابه بس الاحمر هو اللي استمر. اه يبقى انت الابيض هو اللي استمر. اذا النهارده لو ما تقدرش تقول مخالفتين في ان واحد، يعني المخالفتين في ان واحد ده لو الاثنين مع بعض. آه. انما اللي يسيب خلاص الثاني هو اللي هيتعاقب. تعالى بقى ده رقم واحد مستمر. آه. مستمر في الشد. تمام. مش مستاكت مستمر. وبعدين الثاني عايز يهرب منه زميله الثاني امزقه. طب ودخول بقى لعيب رقم 24، ما هو ده اللي بقول لك، اللاعب الثاني اللي هو تم دفع اللاعب، يعني انا عندي ركله جزاء يعني. اه بص الفانيلا طلعت لحد فين؟ يعني الشد اللاعب بيجري والفانيلا بتتشد بالشكل ده، انت عايز تقول لي الفانيلا هنا كده وبالطريقه دي؟ بس انت عارف النقطه اللي يعني الشيء طبيعي ان معروف ما يحسبش، وشيء طبيعي ان الحنفي ما يحسبش، انما مش طبيعي الخبير اللي قال انها ركله، انها مش ركله جزاء. ما هو ده خبير في ايه؟ صعب قوي. كابتن احمد الشناوي بيقول لك اقرب من طارق فلقى الناحية التانية حمزة، اللي هو أقرب من طارق أروح على فين؟ الناحية التانية حمزة كمان، معروف والحنفي هما الاتنين حرموا سيراميكا يجيبوا جوال. اللقطة دي من أيقونات الأخطاء التحكيمية في وجود تقنية الفيديو، كان محمد معروف طبعًا في أرض الملعب، وكان كابتن محمد الحنفي في تقنية الفيديو، واللقطة دي كانت 1-0 لنادي الزمالك، ودي الدقيقة الأخيرة الدقيقة 90 أو 91، فربما كابتن الحنفي كان متعاقد على 90 دقيقة فقط لا غير. اما كابتن معروف فهو معروف، فيعني القصه دي منتهيه. لكن اصلا مين اللي سمح ان الاخطاء دي تحصل؟ هو ايقونه نادي الزمالك عصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح بطل موقعه الكاس بين الاهلي والبلديه 2002، هو بطل مواقع كتير جدا لنادي الزمالك سواء هو حكم او هو مسؤول. طلع علينا كابتن عصام عبد الفتاح بتصريح من التصريحات المخلده،
قال ايه؟ قال لك لا ده احنا بعتناها لخبير تحكيمي في الفيفا وقال اسمه وقال ان الكره دي ما فيهاش ركله جزاء. طبعا كان في يعني مساحه من الحوار الكوميدي من كابتن سمير عثمان بعدها، قال لك انا نفسي اعرف الخبير ده جبته منين اللي قال لك ان الكره دي مش ركله جزاء. ده المشهد يا كابتن خالد، ده المشهد العبثي للاخطاء التحكيميه. فلما تيجي تحب تسقط ما داخلك على النادي الاهلي خد بالك، عشان انت محتاج حد يقول لك تعمل ايه، لان الموضوع والله العظيم صعب جدا جدا عليك. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم طبعا، والاهلي خط احمر، واكيد عندنا كلام كتير جدا، لان الفتره دي انا بشوف ان المنافسين عندهم من الازمات اللي بيحاولوا يهربوا، وحتى وهم بيقولوا كلام يبدو ليك ان هو جيد وكلام بيقول ان هم عقليتهم مختلفت وان هم ما بيدوروش على شماعات ومؤامرات، هو ده في حد ذاته اساسا شيء كوميدي. يعني يا جماعه انا بشوف ان النادي الاهلي بدون صوت عالي وبدون خناقات وبدون اي حاجه قدر يخرج الجميع على اتزان. ولكن قبل ما ندخل في فقرتنا معانا مشاركاتكم ومعانا تعليقاتكم اللي على مدار الحلقه عن سؤالنا عن افضل مباراه في الموسم، يا ترى كان رايكم ايه في افضل مباراه في الموسم؟ واكيد هنستعرض تعليقاتكم اللي معانا. وطبعا الاهلي خط احمر ترندنج على تويتر كالعاده، ان الاهلي خط احمر موجود يبقى من ضمن الترندات على تويتر، وده عهدنا بيكوا دايما. ومعانا بقى اول راي طارق مصطفى صادق بيقول افضل مباريات الاهلي هذا الموسم مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول والدور الثاني 4-1. يعني منير ممتاز بيقول نفسنا يبقى حفله خاصه لتكريم اللعيبه على البطولات وكمان الجمهور، بحس بالفرحه لاننا تعبنا في كل اوقات البطوله. اعتقد يعني تم الاعلان من قبل المدير التنفيذي عن اتخاذ النادي الاهلي خطوه للاحتفاء بالبطولات ان شاء الله. حلمي مصطفى بيقول مباراه الاهلي والرجاء في المغرب لان كان اختبار قوي لمارسيل كولر وكان قده، ومباراه الاهلي والزمالك الدور الثاني لان وضحت الفرق بينك وبين الزمالك واي فريق في مصر كمان. انا شايف ان الوداد لحد دلوقتي مباراه مش واخده حقها مع انها في رايي اصعب مباريات الموسم. نورا الحكيم بتقول احلى ماتشين الزمالك في الدوري وماتشين السوبر مع الاهلي والزمالك، وماتش ماتشين السوبر ممكن مع الزمالك وبيراميدز تقصد. محمد عبد الفتاح بيقول ايوه كده، الاهلي والوداد، الاهلي والزمالك، الاهلي وريال مدريد. اعتقد مباريات ريال مدريد يعني هي كانت لازم تكون صعبه. هما بيتكلموا عن الاداء. يعني ياسمين مجدي بتقول مباراه الاهلي والزمالك في الدورين ومباراه بيراميدز، وبحبكم جدا. يعني شكرا جدا يا ياسمين. معانا يونس الاسكندراني، احلى اسامه واحلى فارس، مباراه الاهلي والزمالك 4-1 ونهائي افريقيا محمد عبد المنعم. انا بالنسبه لي ليه ما حدش حط في الاعتبارات مباراه الاهلي والترجي، مع ان ده اكبر نتيجه بيحققها النادي الاهلي او اي نادي مصري على حساب سهل. الترجي في تونس، ما احنا اللي وصلناها انها تكون سهله. ما هو جزء منها برضو، يعني لو هناخد بالاعتبار حاله المنافس. يا جماعه الزمن اللي احنا بنتكلم فيه عن مباراه الاهلي والترجي في تونس ونصف نهائي ويقول لي عشان سهله. انت ناقص تقول لي الترجي خبزتنا على الهوا يا راجل. مش كده والله. يعني. نصف نهائي، نصف نهائي وفي تونس وفي رادس، ويقول لك اصل عشان سهله. الاهلي حول البطولات فعلا لبطولات سهله للنادي الاهلي، صعبه قوي ومستعصيه على اي نادي. والله يا اسامه انا الكلام الفكره دي انا قلتها بعد التتويج، ان اللي دايما الاهلي بيعمله في افريقيا البعض بيعتقد ان هو قادر يعمله، بس وقت الجد بيعرف قد ايه هو صعب، لان فعلا النادي الاهلي هو اللي بيسهل الصعب، دي حقيقه. ولكن اعتقد تعالوا بقى نشوف ناس مصعباها على نفسها، يعني لو الاهلي بيسهل الصعب في ناس والله مصعباها على نفسها. يعني يا جماعه ما عنديش مشكله، انت خسرت طلعت موسم صفري، عندك مشاكل كتير جدا سايبها وبتتكلم على الاهلي، ماشي يا سيدي براحتك، ما مش مشكله، ده بالعكس ده في مصلحتك، اديك ما بتحلش حاجه من اللي عندك، انت قاعد مركز في صفقه امام عاشور، وقاعد مركز في صفقات النادي الاهلي، وقاعد مركز في اصل سافيو مشي ازاي، اللي هي حاجات يا عم شكرا احنا متشكرين مفيش مشكله، ويا بخت من اهداني عيوب يا سيدي ما عنديش مشكله، وخليك انت مركز معايا وانسى نفسك خالص.
ولكن خلاص بقى الموسم بتاعك يعني ابدا اسكت. ولكن في ناس ما بتعرفش تسكت، لازم اللي هو ايه يحط حته كده مش بتاعته، يعني دي والله ما بتاعتك. فكره ان احنا ما بنقفش عند كذا وما بنحطش الشماعات وما بنتكلمش وما بنديش اعذار، يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا من اربع ايام ولا خمس ايام ولا من اسبوع كنتوا بتتكلموا في السحر، كنتوا بتتكلموا في الاعمال السفليه، انتوا سبتوا الكوره والتحكيم واتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه واي حاجه كنتوا بتتكلموا فيها ورحتوا للعالم الاخر، رحتوا للسحر عشان سفلي. طيب ما انا قلت الاعمال السفليه عشان سفلي. فانت عايز تكلمني في السحر وبعد كده يخرج حد على شاشه القناه يقول ما بنحط الشماعات؟ ما هي دي مش شماعات، ده بخور، ده زهر، يعني اكيد دي مش شماعات، لان الشماعات الطبيعيه بتاعت كره القدم دي تجاوزتها يعني. فاتمنى احنا يا جماعه مش هنجيب السحر يعني، لان ده خلاص ده مشهد شارح نفسه يعني، يعني ده تجاوز اي حاجه. وعلى فكره يعني ده بيدل قد ايه انا بقول دايما ان النادي الاهلي كان يستحق ان عقليه المنافسين بتاعه تكون مختلفه تماما يعني، ولان لا للامانه بيقلل من البراندنج بتاع الكره المصريه نفسها، وبالتالي انت بتحاول دايما كنادي اهلي تنقى بنفسك وتقول ان انا يا جماعه ده مش ذنبي يعني، المنافسين بيعملوا كده ده مش ذنبي. ولكن عايزين نسمع الفيديو ده ونشوف هل فعلا كان في شماعات ولا فيش شماعات، بس نعرف الاول ايه اللي اتقال. احنا بقى كزملكاويه بتحداك، انا بتحداك لو لقيت اي زملكاوي، اتحدى اي حد يلاقي اي زملكاوي او ان تكون النغمه الزملكاويه هي ان الاهلي خد الدوري السنه دي بالتحكيم. مش هتلاقي النغمه دي موجوده عند الزملكاويه. مش هتلاقي نغمه اصل درع الدوري موجه للجزيره عن عمد عشان الزمالك بقاله سنتين بيفوز بيه، مش هتلاقي النغمه دي عندنا. عارف ليه؟ لان جمهور الزمالك جمهور متصالح مع نفسه. فخساره اللقب كان الموسم ده امر منطقي جدا لصالح بقى ايه؟ لصالح منافس مستعد جاهز مركز في الملعب وبس، كل الاجواء مهيئه لي للفوز. فهتلاقي ان كل الزملكاويه حقيقي مدركين انه كان صعب ان احنا نفوز السنه دي بالدوري، ومش هتلاقي ابدا زملكاوي بيرمي يمكن الاخطاء على اي شماعه ثانيه او بيعلق مشاكلنا على شماعات. قالت لك ايه بقى؟ اتحداك تجيب زملكاوي واحد قال شماعات ولا قال مبررات ولا قال الدوري موجه ولا قال التحكيم ولا قال ان الاهلي خد الدوري نتيجه تدخلات معينه لان احنا جمهور متصالح مع ذاته. سؤال، هي ما تشوفيش كابتن خالد الغندور في القناه خالص؟ يعني خالد الغندور في القناه وبقيه الزملاء والفقره اللي هي من 11 بتبدا دي ايه؟ ايه بنخلص حلقتنا ونروح مالناش دعوه بحاجه بتحصل؟ ما ينفعش يعني نتفرج. انا عندي استعداد ان انا اقول لك ان انا ما فيش زملكاوي اعرفه حتى بشكل شخصي واصدقاء ومحترمين وحبايبي ما فيش حد فيهم بقابله وما بقولش الحاجات اللي انت قلتي ان الشماعات دي ما بتتقالش، والله ما فيش واحد حرفيا. ففكره جمهور الزمالك متصالح مع نفسه وما بقولش الدوري موجه، انا مش محتاجه اديكي امثله على ناس، والله محتاجه بس يعني بعد ما تخلصي الحلقه بتاعتك كملي ما تروحيش. والله بجد اقعدي اتفرجي ما تروحيش، كملي الهوا لحد الساعه 2، سيبك من الشتيمه. وانا طبعا يعني انا اسف ان اكيد اللي بيتقال يعني انت كسيده فاضله طبعا انا ما اقبلوش ان انت تقعدي تسمعيه، لان طبعا الالفاظ والاهانات والتطاول ده ما ينفعش نقبل ان انت تسمعيه، بس الحاجات اللي بتيجي كده ما تسمعهاش. بقيت بقى الكلام عن التحكيم وعن التوجيه وعن كذا اقعدي اتفرجي، ولا هي ما بتتفرجش؟ انا شايفك واخد الموضوع بجد قوي. ما لو ما بتتفرجش احنا هنعمل ايه يعني؟ نعمل انت اديتها مبرر فعلا، ما جايز هي ما بتتفرجش عشان هي عارفه اللي ممكن يحصل اساءات وتجاوز، صح؟ وهي ما تقدرش تشوف الحاجات دي، تفاورج جدا. بس هنا اقول لك بقى تابعي السوشيال ميديا يعني على الاقل، ده يعني قصه ان انا اتحدى دي يعني يعني القلب ده جا منين والله؟ تحدى ايه ده؟ في ناس لغايه دلوقتي بتقول لك فاكرين جول حسن شحاته الملغي؟ كان قبل ما حضرتك اصلا تكوني موجوده في الحياه والناس بتقول لك فاكرين جول حسن شحاته الملغي لغايه دلوقتي؟ فازاي يعني ما فيش الكلام ده؟ طيب يعني ماشي مش متابعه وبرنامجنا صباحي بنخلصه وبنروح والدنيا خلاص مش هنتابع على السوشيال ميديا ولا التلفزيون وفي حاجات في حياتنا اهم من اي حاجه نقولها، طب مش متابعه نفسك؟ لا
يعني لا 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 ما تفاجئنيش يعني انا فاكرك يعني هتقول خالد لا 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 كابتن جمال لا يعني كابتن طارق لا 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 مش متابعه صحيح. طب تيجي نفكرك انت نفسك كنت بتقولي ايه؟ اصل التحدي ده صعب قوي. تعالي نفكرك انت كنت بتقولي ايه؟ اللي بنشوفه او اللي نادي الزمالك بيشوفه من حالات تحكيميه من بدايه الموسم ولحد دلوقتي نحط جنبها مليون علامه استفهام. كابتن مصطفى مدحت يا جماعه للي ما يعرفوش هو حكم فار معروف عنه وخصوصا على صفحته على الفيسبوك انتمائه الشديد للمنافس. مش بس انتمائه الشديد للمنافس، لا كمان كرهه لنادي الزمالك، بيكره نادي الزمالك. وانا مش بقول اي كلام يعني انا ما بقولش اي كلام، كله بالسكرين شوتس. السكرين شوتس موجوده على اللي انا بقوله ده، انا مش بقول اي كلام ولا برمي اتهامات على حد ولا طالعه بلقح على حد. للاسف للاسف سياسه قناه نادي الزمالك مش هتسمح لي ان انا اعرض السكرين شوتس ديت، عشان احنا هنا مش طالعين ان انا نهاجم حد ولا طالعين نرمي اتهامات على حد، احنا لينا نفسنا وبس، لينا نادي الزمالك. لكن انت للاسف جيت على نادي الزمالك. طب لو ده هدف للمنافس او ضد المنافس في مباراه اخرى ضد المنافس، هل كان الحكم هيحسبه من غير ما يروح، ولا هيروح ويقعد يبص ويفصص ويمحص في الهدف لحد ما يطلع لهم اي ثغره يطلعهم يلغي لهم الهدف بيه؟ هيتصرف هيعمل اي حاجه عشان يلغي لهم الهدف. لكن لو الزمالك احنا هنلغي الهدف او هنقول ان هو هدف من غير ما نرجع للفار ومن غير ما نشوفه وخلاص. ايه التهريج ده؟ ده تهريج. هو في كده حقيقي بجد؟ هو في كده؟ وده ما بيحصلش ليه غير مع الزمالك يعني؟ ده ليه ما بنشوفوش مع النادي المنافس؟ ليه 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 ما بيحصلش معاه الكلام ده؟ احنا بدأناها بدري قوي يا جماعه. السنه دي الموضوع بدأ من بدري قوي، احنا لسه في بدايه الموسم. لما لسه بقى ندخل بقى في الماتشات بقى كده والزمالك يتصدر بقى هنعمل ايه؟ هتعملوا ايه؟ حرب ضد نادي الزمالك عشان نادي الزمالك ما ياخدش الدوري للموسم الثالث على التوالي، عشان هتبقى كارثه. هو في كده حرب حرب على نادي الزمالك. هو في كده يعني انت مش متابعه يعني القناه. انا هقف عند جمله بتؤكد ان انت مش متابعه القناه خالص، اللي هي ايه؟ احنا عندنا سكرين شوتس لمصطفى مدحت الكاره لنادي الزمالك، مش بس منتمي للنادي الاهلي، بس احنا سياسه القناه تمنعنا من عرض سكرين. لا كنت عرضي يعني، ارجوك كنت عرضي. هي جت عليكي؟ هي جت عليكي؟ ايه يعني حضرتك كده؟ لا لا بجد يعني انا ممكن اغفر ان انت نسيتي اللي انت قلتيه في اول الموسم وجيتي قلتي ان احنا النهارده صباح الخير هنقول ايه، قولي كذا، فممكن انسى ده. لكن لا لا سكرين ايه اللي ما لا انت كده بقالك كتير ما تابعتيش قناه نادي الزمالك من قبل ما يتم انشائها الحقيقه. يعني سكرين ايه ده؟ احنا بنقول يا جماعه ستوب للتجاوزات والاساءات والحاجات. احنا نفسنا اتعرضنا على الشاشه. مصطفى مدحت وبعدين ما فيش اهلاوي كاره لنادي الزمالك، اعرفي المعلومه دي بجد والله. ما ينفعش اصلا، ما ينفعش ما ينفعش اهلاوي يكره نادي الزمالك. يكرهه ليه؟ واخد مني ايه عشان اكرهه؟ محقق بطولات اعلى مني في ايه عشان اكرهه؟ القصه مش كده. أنا عارف إن ربما يكون الأجواء اللي أنت بتعملي فيها ممكن تكون بتطالب إن أنت تقولي كلام زي ده، بس على الأقل راجع اللي أنت قلتيه بقى. يعني إحنا المرة دي والله يعني بهدوء خالص، يعني إحنا بهدوء شديد جدا يعني، لأن بالفعل مفيش كده. الموضوع كوميدي يعني، مش قد ليه يعني؟ لأن مفيش كده. يعني حرب إيه اللي على نادي الزمالك؟ وزملكاوي إيه اللي وأهلاوي إيه اللي بيكره نادي الزمالك؟ وسكرين إيه اللي ما يتعرضش؟ يعني سكرين إيه؟ ده إحنا بنعرض أفلام عن كلاتنبرج واتهام عن كلاتنبرج واتهام عن حكم مش عارف مناخيره إيه، وحكم مش عارف عامل إيه، ومتجوز مين؟ ومطلق مين؟ إيه يا أستاذة؟ مش كده، لا مش كده بجد. يعني أعتقد يا فارس لسه في كلام يعني. أنت يا عم أنت، ده في كلوات عدت. يعني أنت بجد والله لا يا جماعه بصوا، والله ما عندناش مشكله، بس ابعد عن الاهلي بقى، يعني ابعد عن النادي الاهلي واتحدى حد. وعلى فكره يا جماعه احنا هنا
مع احترامي يعني مش جايبين الكلام عشان الشخص اللي بيقوله، عشان بس نحط القاعده دي ونبقى فاهمينها، مش جايبين الكلام عشان الشخص اللي بيقوله، لكن جايبين الكلام عشان نوريكوا ازاي طول السيزون بيتعمل حاجه ونيجي في اللحظه الاخيره نروح قايلين ايه اصل اتحدى ان احنا عملنا الحاجه دي واحنا طول السنه احنا اللي بنعملها. بس ما كانش ده الفيديو الوحيد برضو، بما ان انت بتقولي تتحدي يعني فاحنا حبينا الموضوع قوي فنشوف الفيديو ده كمان. احنا محتاجين حكام اجانب، ولا احنا لما طلعنا قلنا في قبل ماتش القمه الاولاني انه يا جماعه احنا عايزين حكام اجانب، اتقال ان احنا بنتلكك وبنعلق شماعاتنا. فتعالي بقى ايه انجي نبص على واحد من الموسم او واحد من المواسم اللي كان فيها صراع ماراثوني طويل على اللقب. موسم 2011 كان الزمالك والاهلي في منافسه رهيبه على بطولة الدوري، وكان مدرب الزمالك ساعتها حسام حسن، وقبل ماتش القمة بأسابيع قليلة جدا لعبنا مع المقصة وافتكر كان في استاد القاهرة وخسرنا 1-0 بفضل الحكم ياسر محمود، واللي يعني ارتكب أقل ما يقال عن اللي ارتكبه مهازل في مباراة شهدت إلغاء هدف شرعي مليار في المية، مش 100% مليار في المية لعبد الشافي، كمان إلغاء ركلة جزاء مليار في المية في الشوط الأول. دخلنا ماتش القمه طبعا واحنا متاخرين عن الاهلي 5 نقاط وللاسف اتعادلنا وخسرنا البطوله. دي حاجه بقى بسيطه كده يعني، ده مثال بسيط قوي عشان الناس اللي دلوقتي جايه بتطالب بتحكيم اجنبي. يعني بصي يعني الفالنتي رحت بعيد شويه، مع ان في حاجات لسه حاصله قريب في يعني موسم 2018 2019 كان في حجم الاخطاء التحكيميه كان بجد غير طبيعي في الموسم ده طبعا ضد الزمالك لمجرد ان هو كان اول الدوري لفتره طويله. طبعا بقى ده غير نظام تبديل الماتشات اللي حصل في الدور الثاني عشان الاهلي يلاعب الفرق القويه بالصفقات الجديده بتاعته، عشان يعني يلعب الماتشات المؤجله من الدور الاول بالصفقات الدور الثاني. في واقع الحقيقه يعني ما بتحصلش الا في مسابقات رمضان، يعني واقع ما بتحصلش الا في مسابقات رمضان. طبعا يعني الكلام عن ان احنا خلصنا بقى المواسم دي، فتعالوا نروح لموسم 2011. موسم 2011 اللي عرضنا هنا قبل كده الحالات التحكيميه ويعني كم التسللات اللي كانت على احمد جعفر وغيره يعني بالحالات، وكابتن طبعا طارق يحيى الراجل الزملكاوي اللي كان مدرب للمقصه، ولكن كمان عرضنا هنا وبالحالات. والمشكله يا اسامه ان احنا ما فيش حاجه مش موثقين، يعني انا مش عايز بقى ارجع اخد الفقره بعيدا عن لان الكلام والله اللي بيتقال يعني كلام في رايي كوميدي، عشان ناخده الموضع جد بقى ونرد جد احنا اللي هيبقى شكلنا وحش. فاحنا عرضنا هنا وثقنا 2011، وثقنا ازاي الحالات التحكيميه بالنقط ان كان في مجامله لنادي الزمالك. عرضنا في موسم 2019 قصه المباريات وعملنا جداول مباريات الاهلي كلها وجداول مباريات الزمالك كلها ويتلعب قبل الانتقالات، والمشكله ان هم ناسيين فتره الانتقالات اصلا. يعني هما ناسيين فترة الانتقالات. فكل ده بس صدقني اللي احنا بقى هنقعد نقوله لك ده كله واحنا ما بنحطش اي شماعات واحنا متصالحين مع ذاتنا تماما، وصدقني لا نفتش في الماضي يعني. خد يا عم الفيديو اللي بعده. انا مش عايز اعقب قبل الفيديو ده بصراحة، يعني انا عايزها يعني تشوف هي الفيديو ده معانا، واحنا والله يعني نعتبرها يعني فتره تثقيف كده وفتره تعليم، ومفيش ادنى مشكله خالص والله. دايما يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك اشقاء، ومفيش ادنى مشكله خالص يعني خالص من فكره ان انت يبقى في نوع من انواع التوعيه، وده جانب احنا بنهتم بيه ببرنامجنا برضه. فتعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. خلوني اقول لكم على مثال عشان بس افكر حضراتكم واثبت لكم ان انا اللي بقوله ده مش كلام وخلاص. عايزين نرجع بالذاكرة مع بعض كده 4 سنين لورا، تحديدا موسم 2018-2019. وقتها النادي الأهلي خسر نهائي أفريقيا في نوفمبر في 2018، وبعد كده خرج من البطولة العربية قصاد الوصل بعدها. وكان من الواضح من شكل المنافسة ساعتها أنه يستحيل ان هو يقدر ينافس الزمالك وبيراميدز على الدوري. طبعا القايمه اللي كانت متاحه عندهم وقتها من اللعيبه كان الموضوع كان صعب بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي. طب ايه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل وقتها ان باب القيد اتفتح له عادي جدا.
صفقات السنة الجديدة اتقيدت في السنة القديمة واتلعبت مباريات مؤجلة من الدور الأول بصفقات الدور الثاني وحاجة كده آخر عشوائية. ووقتها نادي الأهلي كسب الدوري بشكل طبعا خلينا نقول بشكل غير مستحق في السنة ديت وقتها. ووقتها كان مين المسؤول؟ وقتها كان نفس المسؤول اللي أنا بتكلم عليه حاليا، السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات. ما وقتها عادي الزمالك الاهلي يلعب بصفقاته وتقيد له الصفقات بتاعته، اشمعنى انا دلوقتي يقول لك لا اروح اتكلم مع الاتحاد العربي وخليه هو اللي يخليك تلعب بالصفقات الجديده بتاعتك بالحب، اشمعنى؟ يمكن عارفه ان ممكن كلامي مش هياثر في حاجه، بس ده كان كلام طالع من كل الزملكاويه اللي حقيقي حاسين بالتفرقه وبالظلم في المعامله من المسؤولين. منتلع شويه يا حاج عامر والله. انت ازاي يا حاج عامر تفتح القيد في يناير؟ انا عايز افهمها دي. ازاي تجامل النادي الاهلي وتفتح القيد في يناير؟ لا بجد عشوائيه. عشوائيه يا حاج عامر والله. منتهى العشوائيه. انت عايز تفتح القيد في يناير؟ ينفع كده يا حاج عامر؟ المجاملات ما تبقاش بالشكل ده يا حاج عامر. ما تبقاش بالشكل ده يا جماعه والله يعني لا كتير. طب ما فيش حد يعني رئيس تحرير اتكلم في الاربيس؟ معد معدي كده من الكنترول يتكلم في الاربيس يعني؟ طب بتوع السوشيال ميديا ما لاحظوش ان اللي بيحصل ده يا جماعه ما يصحش تتمنع الفقره من على السوشيال ميديا؟ طب ايه يعني ايه التسيب ده؟ ايه التسيب ده؟ يعني ايه افتح انتقالات في يناير؟ يعني ايه النادي الاهلي قايد لاعبيه في يناير زي باقي انديه العالم؟ ازاي كده؟ وللملاحظه ان الشخص المسؤول هو الحاج عامر حسين. ينفع كده يا حاج عامر؟ ينفع اللي انت بتعمله؟ تفتح القيد. بس الحاج عامر غلطان، مثبت الانتقالات في يناير المفروض يشكل. يعني مره يناير، مره فبراير، مره في رمضان، يعني بمناسبه رمضان. طبعا يعني الكلام بجد صعب جدا، وانا يعني بقول مش عيب، الناس تتعلم، واكيد النادي الاهلي باعلامه مدرسه. فعادي جدا نعتبر الفقره دي كانت فقره توعيه واشاره للحاج عامر حسين انه ما يفتحش القيد في يناير تاني للنادي الاهلي. والنقطه الاهم اللي احنا مش هننساها، احنا لسه بنتحدى. يمكن هي ما قالتش يعني انا عاوزه حد غيري، هي قالت اتحدى حد زملكاوي، احنا جبناها هي. ولكن يا فارس هي لسه في التحديات ولسه عايزه تشوف زملكاوي بيعلق شماعات على التحكيم بس غيرها بقى. طيب طبعا الانسان ممكن ينسى اللي هو عمله، دي قصه، انما الاخرين بقى ممكن يكون ما بيتفرجش عليه. ففكره نتحدى ان احنا في قناه الزمالك او نتحدى ان احنا بشكل او باخر شككنا في التحكيم لان احنا متصالحين مع ذاتنا. نشوف بقى كابتن جمال عبد الحميد وقت ما الفوطه ما كانتش اترمت زي دلوقتي وخلاص الدوري حسم بفارق نقاط كبير جدا جدا، فبدأنا ندي بقى شعارات هي مش موجودة عندنا زي ان احنا بنتكلمش في التحكيم ونحط الشماعات، بس نشوف وقت محاولة تغيير التحكيم، وقت محاولة شن حملة على التحكيم وضغطه عشان يحصل اللي حصل الموسمين اللي فاتوا، كان كابتن جمال عبد الحميد داخل قناة الزمالك بيقول كلام لا يمكن تسمعوه في أي مكان تاني. موضوع كلاتن بنج ده موضوع فاشل والله. يعني دلوقتي شايف ان الحكام بقوا اسوأ من الاول. يعني الحكام هم معاهم عصام عبد الفتاح او جمال غندور او اي حد او سين اوصاد. كابتن عصام عبد الفتاح كان هايل بصراحه. سين اوصاد يعني كان الظلم مثلا يعني 70% حتى لو في اخطاء بس كل حاجه كان الظلم يعني 70%، دلوقتي الظلم 99.9% على كل الانديه الا النادي الاهلي. يعني انا ما شفتش ابدا واحد في الدنيا محاكم يدي 8 دقائق ويزود 10 ويجي ال 10. قبل كده برضو ما شفتش واحد ادى 14 دقيقه وقت ضايع. يعني انا عايز اسال سؤال، هو كلاتر بيرج دوت هل هو دوت جاي يعدل الكوره ولا كل الضربات اللي زيزو بيضربها امام عاشور مش فاولات؟ مفيش تطوير، هو موجه ان النادي الاهلي ما يخسرش الدوري 3 مرات، موجه كلاتن بيرج خلاص بدليل. طلعوا لي المرافقين لكل الحكام الاجانب اللي بيبقوا مع الحكام في مصر. برافو عليك صح. انا اتقال لي كلهم، كل اللي بيراقب الحكم
شخص معين اهلاوي صرف طبعا يقول له البلد ممكن تولع لو الاهلي اتغلب، البلد ممكن يحصل فيها حاجه لو الاهلي اتغلب. فده ازاي انا كاتحاد كوره اسمها ايه محايد اجيب واحد اهلاوي يبقى ماشي مع اتحاد مع الحكام الاجانب اللي بيجوا ومع كلاتنبرج يفضل معاه على طول، يفضلوا هم معاه على طول ومفيش حد زملكاوي. طب اعمل اثنين، واحد زملكاوي واحد اهلاوي. هو انا ليه حاسس يعني ان الاهلاويه دي تهمه يعني؟ فده كلام كان موجود في المكان اللي انت بتقولي ان ما حصلش منه اي هجوم على التحكيم ولا شماعات، بس بالليل طبعا كان خلاص بقى كل واحد بيتهم التحكيم اتهامات مالهاش علاقه براي فني، بيسيء لرئيس لجنه الحكام وشفنا ازاي كنا ترند على مستوى العالم بسبب الاساءات الشخصيه اللي تعرض ليها، بيتهم المرافقين للحكام الاجانب ان هم بيوجهوا الحكام، بيتهم منظومه التحكيم كلها ان هي ومنظومه الكره ان هي بتتدخل عشان الاهلي ما يخسرش ثالث دوري. ده في المكان اللي قلت اتحدى انه يكون في زملكاوي عمل كذا، لان احنا متصالحين مع نفسنا. على فكره احنا والله اللي متصالحين جدا مع نفسنا ان احنا حاولنا نعرض ده، لان انا شايف ان الكلام كان يعني خارج نطاق اي منطق، واي حد يعني معدي فعلا هيبقى حرفيا عارف ان الكلام اللي بيتقال ده غير حقيقي. بس حاولنا نوريكم مشهد ازاي الاعلام يا اسامه مش يكذب على الاخرين، ده يكذب على نفسه، وده اصعب انواع الكذب الاعلامي. بص انا هنا بقف عند كابتن جمال عبد الحميد وابدا اتكلم جد الحقيقه، لان كابتن جمال عبد الحميد لما يتكلم عن مرافقين للنادي الاهلي او الحكام بيديروا مباراه للنادي الاهلي ما ينفعش تطلع من كابتن رافق الكابتن فاروق جعفر في الملاعب. يعني ما ينفعش يا كابتن جمال خالص. يعني احنا وقفنا عند حاجات كتير قلتها مغلوطه، فمش كل مره بتيجي بتتكلم لازم نطلع لك واقعه من التاريخ ان انت غلط، ان انت ما بتقولش الكلام الصحيح، ان انت المفترض تغيرت يا كابتن جمال. يعني الحقيقه يعني لان الكابتن فاروق جعفر في الفتره اللي انت رحت فيها نادي الزمالك كان بيتقال كده العرض ضربه جزاء ولا طرد. فايه يا كابتن؟ شوبنج كان بيتعمل فين؟ في بورسعيد يا كابتن. فقصه ان انت تسقط ما كان يحدث في عهدك مع نادي الزمالك ولاعيبي نادي الزمالك على النادي الاهلي امر غير مقبول. ولكن هو ده اللي احنا بنقوله، ان دايما وابدا هتلاقي فيه اتهامات، لكن لما يكون حد طالع جديد يعني بنوري له بقى الرؤيه. يعني ايه تتحدى مع حد الزمالكاوي علق شماعات؟ ده احنا اصلا ما بنسمعش غير الشماعات، ده احنا عندنا دولاب بطولات وهناك دولاب شماعات. ايه اللي ما بسمعش دي خالص يعني؟ فده كابتن من كباتن نادي الزمالك. طب نروح بقى للبرنامج الرئيسي نفسه وكابتن تاريخي لنادي الزمالك، محقق 16 بطوله وده اعلى رقم للاعب في نادي الزمالك حقق من بطولات. مش مهم انت قعدت كام سنه بقى، ان شاء الله قعدت ربع قرن، لكن في النهايه وصلت 16 بطوله، رقم كبير جدا كبير جدا. يمكن الرقم ده في النادي الاهلي سهل، ممكن ثلاث اربع مواسم تجيب الرقم ده، لكن هناك فعلا كبير جدا. فتعال نسمع الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وهو بيتكلم بدون شماعات. احنا كنا وحشين السنه دي، لم نكن موفقين، ومش موفقين فقط كوره، لا مش كوره بس، ده انت بتفقد الدوري والزمالك بياخده وانت عندك كل انواع الاستقرار، استقرار المالي والاستقرار الاداري والاعلام مساندك بصوره كبيره جدا، والمسؤولين بيخافوا منك، مسؤولين الرياضه بيخافوا منك وبيعملوا لك الف حساب وبيخلصوا على الحكام عشانك وبيوقفوا حكام عشانك، وبيقعد الحكم سنه ما يحكمش حتى لو قراره سليم زي محمود عاشور كده عيني اللي كان بيحكم ماتش النهارده، لكن اللي بيغلط في حقك بيشتغل ويكمل ومفيش مشكله. فاحنا عودنا الحكم المصري اوعى تغلط ضد النادي الاهلي، لو غلطت هتقعد في بيتكم، اغلط للنادي الاهلي مستمر في التحكيم ما عندناش مشكله، لان الاعلام مش هيعمل سبوت على الغلطه اللي لفريق تاني وهو بيلعب الاهلي، لكن هيعمل سبوت كبير جدا وهيدبحك وهيخلص عليك لو غلطت في حق النادي الاهلي او حتى حسدت حاجه صح بس النادي الاهلي هيخسر بسببها فهيشيلك الليله قولا واحدا. يعني انا متاكد ان انت في اول ثلاث ثواني في الفيديو اتخضيت، قلت ايه ده؟ خالد الغندور طالع بيقول احنا وحشين؟
وخسروا عشان وحشين. طب ما ايه يا اسامه؟ طب ما عندك حق، عندها حق اهو، بس هما 3 ثواني فقط لا غير. وبدا يقول لك حتى هما بيكسبوا الدوري انت استقرار اكتر في النادي الاهلي، مش عارف ليه كميه الحقد على الاستقرار اللي عندنا ده، يعني حاولوا يكون عندكم استقرار. النقطه الثانيه، مسؤولين بيجاملوكم، اتحاد كره بيخلص على الحكام، الغلطه من الحكام بتقعدهم في البيت. ده انا تقريبا كابتن جهاد جريشه اللي هو بيحضر مؤتمرات انتخابيه لرموز نادي الزمالك او لمسؤولين، يعني كلمه رمز دي كبيره قوي، رمز دي صعبه، لمسؤولين في نادي الزمالك اصلا كان بيتقال في التليفونات كده هنجيب الحكم اللي بيحبه، طب لما يغلط 425 يوم ما يشوفش مباراه نادي الزمالك، 365 يوم. انا تقريبا كابتن جهاد جريشه عاش حياته في الملاعب كلهم مباراه كل الموسمين في نادي الزمالك، ليه؟ عشان بيغلط، مع انه بيتحب بس بيغلط. القصه باختصار شديد ان كابتن خالد غندور دايما عنده الحاله دي. احنا جايبين الحاله دي ليه؟ عشان نعرضها على الاعلاميين الجدد اللي طالعين في محاوله زي ما قلت نوع من انواع التوعيه. ما تتلقنش، حاول تشوف بنفسك، حاول تسمع بنفسك، وشوف انت هتتقبل تردد نفس الكلام ولا لا. طب لو هتتقبل تقبل ان انت تردد نفس الكلام، تبقى واعي بقى للي انت بتقوله، يبقى تبقى مدرك للي انت بتقوله. ما ينفعش تطلع تتحدى، ما ينفعش تطلع تقول ازاي يفتحوا الانتقالات في يناير، ما ينفعش. احنا هدفنا زي ما بنتكلم دايما والنادي الاهلي بيحتاج لمنافس شرس في ارض الملعب، احنا قناه النادي الاهلي قناه فئويه، وعندنا قصادنا قناه فئويه، محتاجين نكون يعني على مستوى التنافس، محتاجين نيجي نتكلم في وجهه نظر ونطرح منطق ويتقال منطق فنرد عليه بمنطق. لكن جايين هنا نلوم الحاج عامر حسين ان هو فتح انتقالات شتويه في يناير، يعني الجو شتا مثلا برد، ما ينفعش نفتح النافذه بتاعه الانتقالات الشتويه في يناير. فاتمنى اننا نصل لمرحله زي ما اتمنى ان النادي الاهلي يصل لمرحله يجد منافسين في قاره افريقيا وتحديدا منافسين محليين يرفعوا المنافسه لفوق. اتمنى ايضا من كل قلبي والله في قناه النادي الاهلي نصل لمرحله نلاقي التنافس ما بين البرامج في امور منطقيه، ما يبقاش طرف واحد فقط لا غير اللي بيتكلم في منطق وطرف اخر منهجه الا منطق. اكيد يا اسامه، واكيد يعني كانت ردود قويه عندنا ووضحنا، ولكن ما كانش ده بس الكلام وما كانش ده بس لا منطق، ولكن كان كمان بعض الامور اللي خارج اي سياق منطقي ممكن نفهمه لما نشوف الفيديو ده ونرجع نعق. انا العفريت اهو بحقق لك كل امانيك، طب انا خليتك تشترك في دوري الابطال وانت مركز ثالث، ومش ومفيش حد في افريقيا يعملها بعديك ولا عملها قبليك. طيب خلاص، والنبي يا عم العفريت، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل، ده انت النادي الاهلي يعني حاجه كبيره. ممكن اشارك في كاس العالم للانديه لاول مره وانا مش البطل، انا الوصيف؟ طب اعملها لك ازاي دي يا باشا؟ المغرب لسه طالع ربع العالم ونفسهم مفتوحه، لو انت اقنعت المغرب انها تدفع 20 مليون دولار للاتحاد الدولي وتنظم البطوله، الوداد وهو بطل افريقيا هيبقى هو في اللائحه، بتقول طالما بطل افريقيا هو اللي هينظم، الوصيف يشارك وانا الوصيف. يا راجل حرام عليك، انا مش عفريت للدرجه دي يعني؟ لو النبي يا عم العفريت حول لنا في الموضوع دوت، فالنادي الاهلي يشارك كوصيف وحتى يعمل نتائج سيئه، يعني اتغلب 4 واتغلب 4 وفي النهايه يعني في نتائج كانت افضل من كده بكتير، ولكن كوصيف تخيل هو كوصيف لعب تقريبا مع فرقتين عكس الوداد اللي لعب مع الهلال على طول وخرج من البطولة، وهو بطل أفريقيا وهو المنظم. أدي العفريت حقق أمنيتين للنادي الأهلي. طيب تعالى بقى، بص هديك بقى يا عم العفريت والنبي بقى، حقق لي بقى الأخيرة دي وعشان خاطر أنا بقى يا عم العفريت والنبي. ايه يا عم إيه وما تزودهاش بقى، ده انت طالب طلبات غريبه نادي اهلي بقى، مش معقوله كده. بقول لك ايه والنبي، بص في ضربه جزاء هتيجي في الدقيقه 93، في لعيب كده اسمه اطهر الطاهر هيخش على الكوره، والنبي يا عم العفريت الجون بتاع ساوند داونز ده اللي كسبني 5 وتعادل معايا هنا 2-2، والنبي خلي اطهر الطاهر يضيع الكوره في الدقيقه 94 وانا اخش البطوله واحصل عليها. يا راجل حرام عليك، انت ايه يا ابني؟ انا عفريت، مش
مش عفاريت، انا عفريت واحد بس. انت عايز تحقق كل الاماني بتاعتك دي عن طريقي؟ لا دي اوفر بقى، دي اوفر. معلش والنبي يعني خلي اطهر الطاهر يضيعها بس، وبعد كده اطهر الطاهر نادي الهلال يستغنى عنه ويمشي ومع الف سلامه والجمهور يشتمه مش مهم. فاطهر وسان داونز اللي مكسر الدنيا كده كده هيطلع من البطوله بجون بالدماغ في نفسه في الدور قبل النهائي. فالعفريت بسم الله ما شاء الله ده سحر ولا سحر ولا شعوذه. فيحصل ده وبعد كل ده مش عايزينهم يتضايقوا من الاهلي؟ بعد كل ده انا عايزك تقعد لما الحلقه تتعاد كده او تنزل ان شاء الله على اليوتيوب، اقعد استمتع بالثلاث دقائق دول. انت كاهلاوي استمتع، سيبك بقى من اللي كنا بنقوله في الفقره ده كله والتناقضات بتاعه ان هم بيقولوا ما فيش شماعات وبيقولوا كل ده وان الكلام في الحظ. لا اقعد استمتع، اقعد استمتع وصلت المنافس بتاعك لايه، اقعد استمتع لحجم النجاح اللي خلتهم يوصلوا لان هم يتلاشوا العوامل الطبيعيه ويروحوا لفكره العفاريت. تخيل ركله جزاء اطهر الطاهر اللي ضاعت عامله فيهم ايه، عامله فيه ايه وهو بيتكلم. تخيل مشاركتك في كاس العالم للانديه في المغرب اللي انت ما كنتش هتشارك فيها، قال لك ده وصلت ان المغرب تنظم وتدفع الرقم اللي كان مطلوب ده عشان الاهلي يشارك. تخيل انت موصله لايه، استمتع. تخيل خروج سان داونز اللي قال لك اللي عمال يكسب كله خمسه وكسب الاهلي خمسه والمرشح الاول للبطوله يخرج عشان النادي الاهلي ما يلعبوش تاني. اقعد اتفرج واستمتع لان الموسم ده اللي عملوا فيه الاهلي صعب قوي. وخلي بالك اوعى تزعل من اللي بيتقال كل يوم عن النادي الاهلي، واوعى تزعل من بسم الله الرحمن الرحيم احنا ثلاث ساعات هنقعد نشتم النادي الاهلي ونهاجم النادي الاهلي، لان ده ناتج عن ضرر اصيب بيه البعض، ناتج عن حاله ايذاء نفسي وحاله ارتباك نفسي وحاله فشل خلت البعض يبقى مش قادر. اقعد اتفرج تاني واعرف النادي الاهلي وصل شخص مفترض انه بيخاطب ناس على الهوا يقعد يقول لك العفاريت، وصل ناس بتدير انديه ان تقعد تقول لك السحر والجن والشياطين الحمر، ده شياطين بجد. وصل ناس ان هي تبدا تدور على اي حاجه غير اسباب فشلها. فاوعى تزعل، بالعكس افرح قوي، لان دايما نفسيا وفي الاداره لما الشخص يحس ان المسافه ما بينه وما بين المنافس بعيده جدا لدرجه ان كل الامكانيات مستحيل تخليك تلحقه يبدا يروح للكلام ده، يبدا يروح للاوهام، يبدا يروح ليافطه بتتحط النهارده هو بس فيها بطل. هي دي انجازاتك السنه دي، اليافطه، التصريح بتاع غرامه كهربا، التصريح بتاع فلان، زيزو على ترانسفير ماركت بكام، هي دي البطولات السنه دي. لما تيجي كشف حساب كده 28 بطوله للاهلي في مختلف الالعاب، طب كشف الحساب التاني ايه؟ مفيش، مفيش كاس كرامه، قيمه زيزو التسويقيه، بس هو ده اللي هتلاقيه. يافطه، بطولات بجد، مفيش. فهتسمع الكلام اللي انت سمعته ده. استحقاقا للحق يعني موضوع السحر والشعوذه ده موضوع تاريخي الحقيقه، فهي متوارثه يعني، لان لا بس مختلفه، يعني جينات يعني مختلفه، لان ده تم طرحه في الخمسينات، تم طرحه في الستينات. على فكره كان يعني مباراه الاهلي والزمالك كانت بتلعب بالاول في التتش وفي حلم زموره، كان المدير الفني او مش المدير الفني الحقيقه يعني كان المسؤول والمشرف على قطاع الكره في نادي الزمالك وقتها او ما يشابه هذا المنصب حاليا، يعني كان بيمنع لاعبي نادي الزمالك انها تغير في غرف ملابس التتش اعتقادا منهم ان النادي الاهلي عامل ساحر. كان بيجي في بعض الاوقات يعملوا حالات من حالات البخور داخل غرف الملابس، لدرجه ان في مدير فني بعد ما الاهلي فاز 3-0 على الزمالك قال وقتها ان اللعيبه نزلت مختنقه اساسا من البخور. فكانت قصه السحر والدجل والشعوذه لدرجه ان انت في وقت من الاوقات انت جبت يعني ساحر افريقي فيما يسمى يعني وقتها ساحر افريقي، كسر بلاط غرف الملابس في نادي الزمالك وطلع لهم كيس كده قال لهم هو ده السحر اللي معمول،
والحقيقه بعدها نادي الزمالك اتغلب من الاهلي. فيعني لان الساحر الحقيقي انا قلتها هو النادي الاهلي، هو نجاح النادي الاهلي، هو اللي قادر يخطف احلامك عن طريق الجداره والاستحقاق لانه بيعيشها واقع، هو ده السحر الحقيقي. والحقيقه احنا اتكلمنا النهارده عن فكره، اتحدى اي حد يجيب لي زملكاوي يتكلم في التحكيم بغض النظر عن المرحله الاولى من الفقره دي، لكن احنا استعرضنا كابتن جمال عبد الحميد وده له تاريخ كبير مع نادي الزمالك، استعرضنا خالد غندور الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وده على شكل اعلامي شويه، لكن كمان لما تيجي تتكلم عن كابتن فريق نادي الزمالك وبعد الفوز بالدوري لموسم اول ويجي في اللقاء مع الاستاذ عمرو اديب ويكون ده كلامه، تبقى قادر تستوعب حاجه مهمه جدا، ان لابد على الجدد ان هم يتابعوا ايه اللي بيحصل في الساحه الخرويه. خلينا نشوف كابتن نادي الزمالك شيكابالا وهو بيتحدث بعد فوز نادي الزمالك بالموسم الاول بالدوري العام. ليه ما ناخدش الدوري السنه الجايه يا اخي؟ ايه الدنيا زلزال يعني؟ يعني حاجه ضد ناموس. هم بيوصلونا احنا كلاعيبه وجماهير. هم مين يا شيكا؟ ما هم كتير بقى زي ما قلت لحضرتك، فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. ايوه كتير. طب احنا نتمنى طبعا ان احنا ناخد الدوري السنه الجايه، لو كوره بس هناخد الدوري تاني، يعني مش الحكم بس، لا ده الناس، ده في ثلاث حكام، في اربع حكام قاعدين فبيديك الصح لما يديك ضربه. فهو لازم المؤامره تبقى مع الاربعه دول. يعني هنعمل مؤامره مع كل دول واحنا عارفين اللي دول اصلا مش معانا. في بس معلومه عشان انا مش قادر اروح بيتنا النهارده، غير انت بتقول لي ان احنا مش هناخد دوري تاني خالص السنه الجايه؟ هتشوف اللي هيحصل ايه السنه الجايه. انا بقول لك من دلوقتي اهو. دي اغرب حاجه سمعتها في حياتي. عشان الناس بتوصل لنا كده. انا مستغرب يا استاذ عمرو اديب ان انت مستغرب وبتقول دي اغرب حاجه سمعتها في حياتي. بدانا الحلقه معاكم وقلنا لكم الفرق بين الدلائل اللي احنا بنقدمها وعدم ادعاء المظلوميه والمؤامره. ده بالظبط اللي بيطلق عليه المؤامره، ان انت جيت اتكلمت عن موسم قادم هيدوسوا علينا وهتشوف اللي هيحصل، وفي النهايه اللي حصل ايه؟ لداس عليهم، واللي حصل ان نادي الزمالك حقق الدوري للعام الثاني على التوالي، فعشان كده هتستمر الشكوى حتى وهم بيفوزوا. هو ده ملخص المؤامره الكونيه. جبنا كباتن، جبنا اعلاميين، جبنا كابتن حالي، كمان مجله الزمالك لم تخلو من قصه الحديث عن التحكيم وتعليق شماعه التحكيم في خساره نادي الزمالك للبطولات حتى لو كان بعيد عن المنافسه، لانه مش منافس النادي الاهلي على هذا الموسم وهو نادي بيراميدز. دي مجله الزمالك وهي بتقول اجلوا الدوري رغم انف الجميع، الاهلي يدير الكره المصريه. يعني كل شيء مرتبط باي تحرك مرتبط ان ده بيخدم النادي الاهلي. ده حتى الفنانين الزملكاويه طلعوا قالوا ان الاهلي عطل طياره بايرن ميونخ ما طلعتش من المانيا عشان ده النادي الاهلي. وجايه تقولي اتحدى حد يعلق شماعات؟ القصه اعتقد بقت واضحه جدا 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 ان الموضوع نقص معلومات وان الموضوع جينات وكلام بيتردد وبيتناقل بدون سند او دليل او اي منطق، زي برضو يا فارس بعض المحللين اللي بيتكلموا بدون سند او دليل او منطق. احنا هنتكلم كلام في الهواء وخلاص. صفه المحللين دي انت عارف، انت لازم تعترض الحقيقه عليها. انا مختفي عليها دي. نقول بعض الناس اللي بتتواجد على الشاشات بيتكلموا اي كلام في اي كلام، اي كلام في اي كلام. عشان كده يا جماعه احنا جايبين ده عشان الفارق دايما ما بين الناس اللي بتقيم وتقعد تسمعها والناس اللي انا بقول ان وجودهم في على الشاشات وفي تحليل كره القدم فعلا بيسيء لشكل منظومة كرة القدم المصرية. وأنا أعنيها لما تشوف كل الناس الفنيين في مختلف الدوريات، مش هتلاقي النماذج دي، هتلاقي ناس بتقدر الناجح وبتدي له حقه، ولكن أخيرا ودايما مش من بينهم رضا عبد العال اللي هتسمعوا رأيه ونرجع نعقد. طيب أفضل مدرب في الدوري بقى، ثلاثة بقى قدامك، باتشيكو، كولر، علي ماهر. علي ماهر، مش هقول كولر خلي بالك، ولا هقول التاني باتشيكو ده. ليه بتقول الحقيقه؟ قول الحقيقه ليه؟ انا مش مقتنع بيها. طب انا اقول حاجه، ملهاش دعوه بالاقتناع. واحد واخد دوري، واخد افريقيا، ما ياخد ان شاء الله ياخد كاس العالم للانديه. انا مش مقتنع بيها. انت تقول لي انا مش اختار يا جدع، ما بيعرفش يغير. والله ما بيعرف يغير، والله ما بيعرف يغير، والله ما بيعرف يغير. انت يا راجل ده، انت بقول لك في ماتش اخيره، ماتش الاهلي والزمالك، مش عشان العند تقول والله ما عند ورحمه ابويا ما عند. طب استنى، هو فايلر كان ده عند
ولا راجل كان عنده فكر وانا بحب الراجل اللي عنده فكر. ده ما بيعرفش يغير. ده يا راجل الكره الشناوي بيغلط ما بيكلموش، محمد عبد المنعم بعدها غلط ما بيكلموش، مش عارف مين قدامه في نص الملعب غلط ما بيكلموش. طيب وبعدين كسبان 3-1 الشوط 3-0 الشوط الاولاني، لازم انزل الشوط الثاني اجيب 4 و5، ده كانت فرصه. طيب. وتقول لي هو عشان خد دوري ايه يعني؟ ما الاهلي خد دوري ياما. باتشيكو برضه الراجل اللي عمال يا جدع روح بقى برضه يعني كميه ماتشات يا جدع روح بقى. تقليل رضا عبد العالي المستمر من كولر لا يقلل من كولر، لان انا قلتها لكم هنا قبل كده، كولر اصلا لا يدرك بوجود رضا عبد العالي. كولر هذا الشخص، ما حدش يقول له. طبعا كولر هذا الشخص اللي حقق البطولات دي في مسيرته وحقق الانجازات دي، والراجل اللي جبنا قبل كده ازاي في تحليلات عنه علميه، وازاي الراجل ده متمكن من ادواته، وازاي وصل بمنتخب زي النمسا العاشر على العالم، وازاي ليه تجارب ناجحه جدا. اكيد ما كانش هيعرف ان في يوم كابتن رضا عبد العال يجي في استوديو يقلل منه. وانا بقول يا جماعه، انا همني في التعليق على الفيديو ده حاجه تانية خالص. روحوا للعلم، روحوا للناس النماذج، روحوا لشاب اسمه شادي جبناه واتكلمنا عنه، وقناه الاهلي استضافته واتكلمنا كلنا عنه، اشتغل فوق الميت ساعه عشان يتكلم عن كولر، قرا كتب وترجم كتب وقرا مقالات علميه وعاش تجارب عشان يتكلم عن كولر. عارفين ليه؟ لان شادي مش هجاص، لان شادي نموذج للشباب بتاع بكره اللي المفروض نبدا هو نديه المساحه، اللي لما جاي يتكلم عن كولر تعب عشان يشتغل، ما قالش على نفسه هجاص وقعد في استوديو زي كابتن رضا عبد العال يقلل من قيمه زي كولر. ادوا الفرصه للناس اللي زي شادي، وما تدوش الفرصه للناس اللي بتسيء لينا وللكره المصريه زي رضا عبد العال. مش النهارده بس، ده في كل مره. عشان كده بقول رضا عبد العال فكره مش شخص، ما ينفعش تكون موجوده في الرياضه المصريه. اتمنى يكون الصراع على فكره تحقيق المشاهدات باي كلام بيتقال وخلاص يعني نتوقف عنه، لان الحقيقه هو عنده وجهه نظر. انا الحقيقه لما بسمع وجهه نظره الفنيه بطمن لما ينتقد حد في النادي الاهلي، زي بالظبط وجهه نظره في مروان عطيه اللي هنسمعها دلوقتي. فيهم صفقه علينا النطله؟ مفيش. لا في الاهلي. لا مفيش. بص سيبك من الاونطه بتاعتكم مروان دي. عطيه بس مفيش. بص ولا مروان عطيه ولا مروان كنفاني. لا ازاي اسمع اللي انا بقول لك عليه يا كابتن، حرام يا جدع. اسمع اللي انا ادي لصاحب الحق حقه يا جدع. ده مش حق. امال ده مش حق؟ انتوا بص، عشان ان هو كان رايح الزمالك فانتوا عملتوا. طب هو في الملعب يا جدع، والمصحف ملعب والله. والمصحف مبوظ لعب الاهلي. عايز اكتر من كده ايه؟ لا لا كابتن، انا بقول لك اهو. بص انا اخدها من هنا. تتفرج على لعيب تاني ولا لا يا حبيبي؟ انتوا اللي بتتفرجوا على كوره تانية. لا انتوا بص، انتوا مع التطبيل طبل. انا ما بطبلش. طبل ايه؟ انت مش شايف يا عم؟ اسمع الكلام. كميه قطع الكوره يا عم، قطع كوره وانا جايبه. طب انت بتلعب. بص انت بتلعب بثلاثه في الحته دي. كل ماتش هو الاهلي في حد بيروح عليه؟ الفرقه اللي راحت عليه صن داونز، الفرقه اللي راحت على النادي الاهلي سواء في الدوري او زي الترجي ولعب رجاء. يا عم كل دول في الهجايس. اسمع ازاي الفرقه اللي انا بقول لك عليه. اسمع، الاهلي اتقل في الحته دي عن الفرق دي. انا اسف والله، يعني ساعات كتير بحاول اخد الاراء بشكل فيه جديه، لكن الكلام اللي بيطلع ما ينفعش تعمل معاه بجديه والله. لما بيتحدث عن صفقه الوسط القروي كله تأشاد بيها، انا اعتقد كابتن رضا عبد العال ما يعرفش يعني ايه دور مروان عطيه في البيلد اب اللي بيحصل، واختيار كولر ليه في التوقيت ده وعلى طول ركب كترس من ضمن تروس منظومه النادي الاهلي. ما يعرفش ازاي هو بيستلم تحت ضغط، ما يعرفش ازاي ان هو بيعمل سكان قبل ما يستلم الكره، ما يعرفش ازاي الاختيار لمسارات التمرير اللي بيعملها لاعب مركز 6 متميز انضم لمنتخب مصر اسمه مروان عطيه. مروان عطيه اللي عمل 7 مشاركات في دوري ابطال افريقيا، عامل ارقام قياسيه. مروان عطيه من افضل الممررين في دوري ابطال افريقيا في النسخه الاولى ليه، بيشارك وبيحقق اللقب. مروان عطيه بيعمل تمريره صحيحه 370 تمريره صحيحه من 406 بنسبه 91%، وده في بناء الهجمه. مروان عطيه عنده قطع تمريرات 39 في 7 مباريات، عنده استرجاع الكره 68 مره في 7 مباريات، عنده التحامات هوائيه صحيحه 7 من 8، وارتكاب اخطاء 2 من 10. يعني انت ارتكاب اخطاء وكروت صفراء انذارين و10 اخطاء في 7 ماتشات. عارف يعني ايه لاعب في مركز 6 بيعمل لك الحاجات دي؟ ده لاعب
تقدر تقول عليه أحد نجوم صفقات النادي الأهلي الشتوية على مدار الألفية الجديدة بالكامل. لاعب مركبش من أول مباراة كنجم من وقت صفقة أبو تريكة وحسن مصطفى في يناير، ده اللي عمله مروان عطية. لكن للأمانة أنا ببقى سعيد لما كابتن رضا عبد العال بيقول التصريحات دي، لأن ببقى عارف إن اللاعب هينجح، ببقى عارف إن المدير الفني هينجح زي ما نجح فريق سيراميكا كليوباترا إن هو يحقق أول كأس رابطة ليه بعد الفوز على فريق النادي المصري 4-1. مبروك طبعا لنادي سيراميكا كليوباترا، نتيجة إيجابية، وأعتقد 4-1 دي أصبحت الأيقونة بتاعت هذا الموسم. 4-1 وأولادنا في سيراميكا أسامة كان لهم دور حقيقي. مليون مبروك لسيراميكا، فريق يعني علاقتنا بيه أيضا جيدة كعهدنا بكل الأندية، كان في تبادل لاعبين، أعتقد النادي الأهلي افاد كتير جدا سيراميكا النهارده. صلاح محسن يا اسامه سجل لعيبه النادي الاهلي ساهموا في الاربع اهداف طبعاً. مصنعه وتسجيل طبعاً، وده شيء ايجابي جدا. فيعني مبروك لسيراميكا، بطوله مهمه جدا، هي الاولى في تاريخه، ونتمنى التوفيق لكل الانديه بالتاكيد. يعني زي ما يعني بنبارك لسيراميكا، بنشكر حضراتكم على التفاعل مع هاشتاج الاهلي خط احمر كالعاده، ونتمنى تكون الحلقة دي بكل ما فيها من جد، وفيها وقفات معينة ما تقدرش تتعامل معها بشكل جدي، وتصريحات معينة محتاجة توعية، نتمنى أنها تكون بالفعل حلقة توعية، حلقة من حلقات الأهلي خط أحمر. نشوفكم على خير، والأهلي دائما منتصرا، الأهلي فوق الجميع.